نتكلم كده النهارده عن الفكره بتاعت اوتوديسك فورج. كنا غطينا في المحاضرات اللي قبل كده، اتكلمنا عن فكره البيم ابلكيشن ديفلوبمنت بشكل عام، اتكلمنا كمان عن الفكره بتاعت لايف سي ديفلوبمنت، يمكن دي كانت المحاضره اللي فاتت. والنهارده جينا نتكلم عن الاوتوديسك فورج. بس الناس اللي هتتفاجئ فيه النهارده ان الكلام بشكل عام هيكون عن فكره الويب ابلكيشنز اصلا، يعني ان انت عشان تبدا تشتغل في المجال دوت او ان انت تكون اوتوديسك فورج ديفلوبر، فانت 95% ان لم يكن اكتر كمان من النولج اللي المفروض تكون موجوده عندك هي موجوده عندك في مجال الويب. فعشان كده احنا قبل ما هنتكلم عن فورج هنتكلم عن الويب بشكل عام، وهنشرح بعض الكونسبتس وبعض المصطلحات المهمه في المجال بتاع الويب. دي اول نقطه. النقطه الثانيه كمان ان احنا هنشرح اوتوديسك فورج، هنتكلم عنه من خلال الدوكيومنتيشن، لان دي نقطه احنا عايزين يعني نرسخها كده. انت طالما قررت تخش المجال بتاع البيم ابلكيشن ديفلوبمنت او المجال اللي هو بيربط ما بين الانجينيرنج وما بين السوفت وير ديفلوبمنت، فدايما السؤال اللي انا بتساله ايه المصدر، دايما افضل مصدر هو الدوكيومنتيشن. بس عشان خاطر تبدا تتعامل مع الدوكيومنتيشن بتاعت اي ابلكيشن في الدنيا، سواء كان فورج كان ريفيت كان ساب كان ايتابس، انت لازم تكون عندك البريكويزيت اللي تاهلك انك انت تخش جوه الدوكيومنتيشن ديت. الاي بي اي زي ما قلنا قبل كده فكرته كلها، لو انا عايز اخش المجال ده وابقى مثلا بشتغل في المجال بتاع الابلكيشنز او اعمل اي بي ابلكيشنز من خلال الاي بي ايز، الفكره الاساسيه ان انا لازم اصلا اكون ديفلوبر كويس ايا كان بقى الدومين اللي انا هخش فيه. فتعالى مع بعض كده النهارده هنسكراتش القصه بتاع الاوديسك فورج ونبدا ان شاء الله نتعامل معاها ونشوف ايه المقصود بيه. اول حاجه احنا هنبدا نتكلم عنها ونغطيها مع بعض شو الصفا، الصوت فصل. شو الصفا، هحاول اكلمه. الو، شو الصفا، يا باشمهندس صفا اتفضل. ايوه حضرتك سامعني كده؟ تمام. طيب تمام، مش عارف ايه اللي حصل بس يعني خير ان شاء الله. طيب انا كنت بقول ان احنا في السيشن دي هنبدا نتكلم عن الفكره بتاعه اوتوديسك فورج، باعتباره النهارده ده منتج من احد منتجات اوتوديسك. هو ما يعتبرش منتج ولكن هو سيرفيس، هو خدمه من ضمن الخدمات اللي اوتوديسك بتقدمها، ويعني من الحاجات اللي بقى مطلوبه بشكل كبير الفتره اللي فاتت من الشركات. يعني ان شاء الله في السيشن دي كده هنتعرض لاوتوديسك فورج، بس هيبقى فيه يعني طريقه مختلفه شويه، هو اننا هنبدا نتعامل مع الدوكيومنتيشن كده ونبص عليها اثناء السيشن دي، مش هتبقى مجرد برزنتيشن بس. فخلينا كده نتوقع على الله ونبدا في الموضوع ده. اول حاجه احنا عايزين نعرف مع بعض كده احنا هنغطي ايه، ايه اللي احنا التوبكس اللي هنتكلم عنها في السيشن دي. اول حاجه، بما ان فورج هو حاجه بتتعامل مع الويب، فانت لازم نعرف ايه هو المقصود بالويب بيزد ابلكيشن، يعني ايه اصلا فكره الويب ابلكيشن. فدي اول حاجه هنتكلم عنها. هنتكلم عن فكره الكلاود كومبيوتنج، ايه الكلاود كومبيوتنج دي وايه السيرفيس اللي بتتقدم من خلال الكلاود كومبيوتنج. نتكلم عن كونسبت مهم جدا اسمه الويب اي بي اي. بعد كده الثلاث اجزاء دول هيأهلونا، او الكونسبتس اللي احنا هناخدهم من الثلاث اجزاء دول هيأهلونا اننا نعرف نقرا الدوكيومنتس بتاعت اوديسك فورج، لكن مش كافيين طبعا لان انا بديك بس انترودكشن، لكن لما تيجي تفتح اوديسك فورج كده هتعرف ايه المقصود بالكلام الموجود ده، اللي احنا بنتكلم عن الكونسبتس والمصطلحات اللي بتستخدم في فورج بشكل كبير جدا. هنتكلم عن السيرفيس اللي اوديسك فورج بتقدمها، وهتكلم انا وقتها عن يعني اكتر من كيس ستادي لحاجات احنا اشتغلنا فيها واستخدمنا فيها فورج وبدايل كمان بتاعت فورج، لان هو مش حاجه رخيصه يعني. وهنتكلم عن بوينت مهمه، حاجه اسمها اوتوديسك فورج فيور، ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتطلب
في الويب ابلكيشنز. نتكلم على حاجه اسمها الاوبن اوثنتيكيشن، وازاي لو انا عايز ابقى فورج ديفلوبر اعمل ايه، او ايه الخطوات اللي المفروض ان انا اعملها. طيب اول حاجه لازم نعرفها كده بشكل عام هو يعني ايه فكره ويب بيزد ابلكيشن. خلي بالك ان فورج اصلا بشكل اساسي هي سيرفيس انت بتاخدها بتركبها في الابلكيشن بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده بقول انا كشركه انا عامل ويب سايت او انا عامل ويب ابلكيشن، ولكن انا محتاج حاجه معينه جوه الويب ابلكيشن بتاعي ده انا محتاجها. فقدامي تو اوبشن، الاوبشن الاولاني يا اما انا اروح اشوف سيرفيس واشتري الحاجه دي واخدها اركبها جوه الابلكيشن بتاعي، يا اما انا ابدا اديفلوب الحاجه دي، يا اما انا ابدا اديفلوب الكومبوننت دوت. فهي دي الفكره. فانت فورج زي ما انا بقول كده هو فكرته كلها هو عباره عن سيرفيس انت بتاخدها بتركبها في الويب ابلكيشن بتاعك. معنى الكلام ده كده بمنتهى البساطه ان حضرتك قبل ما تفكر تتعامل مع الفورج ان انت اصلا تكون بتعرف تعمل ويب ابلكيشن، ويكون ناقصك حاجه معينه الفورج هيكملها لك. هي دي اللي اوتوديسك بتعمله من خلال اوتوديسك فورج. طيب ايه بقى فكره الويب ابلكيشنز اصلا؟ يعني ايه الويب ابلكيشنز بشكل عام؟ الويب ابلكيشن بمنتهى البساطه هي عباره عن ابلكيشنز بتشتغل على الويب فقط لا غير. يعني انت النهارده لو بتتعامل مع ابلكيشن زي الجيميل، الجيميل ده يعتبر ايه؟ ويب ابلكيشن. ليه؟ ما هو انا بقدر اكسسه من خلال البراوزرز واقدر اكسسه من خلال الويب، فبالتالي ده يعتبر ويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن الفكره بتاعتها ان هي مش بتكون موجوده عندك على اللوكال ماشين بتاعتك. يعني ايه مش موجوده على اللوكال ماشين بتاعتي؟ يعني انا النهارده لو حبيت اتعامل مع الريفت مثلا، بروح اجيب البرنامج واعمل له سيت اب عندي واعمل له انستليشن واعمل له القصه دي كلها. طيب لو انا جيت مثلا كشركه وعندي عدد كبير جدا من الاجهزه وبغير مثلا الويندوز او بعمل ابجريد لحاجه، خلينا نفترض ان انا بغير الويندوز، بغير الويندوز فبالتالي هضطر ان انا اعمل ري انستليشن لكل السوفت وير وري انستليشن لكل البرامج اللي كانت موجوده عندي، وده موضوع مرهق جدا. طيب يبقى فكره الويب ابلكيشن اول حاجه تعرف ان هي حاجه مش موجوده على اللوكال ماشين بتاعتك. يعني مش موجوده على اللوكال ماشين، يعني كل الفكره انت عشان خاطر تاكسس السوفت وير ده وتتعامل معاه كل اللي انت محتاجه براوزر، وتخش ان انت من خلال البراوزر ده تتعامل مع الويب ابلكيشن. يبقى اول حاجه تعرف ان الويب ابلكيشن هي ابلكيشن ما بتبقاش موجوده على اللوكال ماشين بتاعتك، دي بتبقى موجوده على ريموت سيرفرز. كود اللي انت بتعمله ان من خلال البراوزر مثلا بتبدا انت تكوميونيكيت بطريقه معينه هنتكلم عنها ان شاء الله مع السيرفرز اللي موجود عليها الابلكيشن ده، او السيرفر اللي موجود عليها الداتا اللي انت بتبدا تشتغل عليها. الويب ابلكيشن بشكل عام بتتكون من 3 كومبوننتس اساسيين. ايه هم الثري كومبوننتس دول؟ خلي بالك ان كل كومبوننت من الكومبوننتس دي تعتبر جوب بروفايل. يعني كل جزء من الاجزاء دي بيعتبر جوب بروفايل كامل لواحد ممكن يشتغل فيه. اول حاجه خالص حاجه اسمها الفرونت اند، تاني حاجه اسمها الباك اند، تالت حاجه اسمها الداتابيس. اي ويب ابلكيشن في الدنيا بيتكون من التلات اجزاء دول. والحقيقه هو مش اي ويب ابلكيشن، هو اي ابلكيشن باي شكل. بتتكلم على ديسكتوب ابلكيشن فثلاث اجزاء. تعال ناخد الريفت مثلا بما انه اشهر حاجه بنتكلم عنها. الريفت الفرونت اند بتاعه، الفرونت اند بتاعه هو مجموعه التابس والبوتونز والبانلز اللي انت بتتعامل معاها، ده اسمه فرونت اند. دي الحاجه اللي انت كيوزر شايفها وبتتعامل معاها. طيب ايه الباك اند؟ الباك اند هو الكود اللي بينفذ لك الاوامر اللي انت بتديها للريفت، فده احنا بنسميه الباك اند. طب الداتابيز هي عباره في الاخر عن فايل ار في تي اللي انت بتسيفه اللي بيشيل الداتا بتاعه بيانات المشروع بتاعتك. فهي ده باترن موجود في كل انواع الابلكيشنز. الموبايل ابلكيشن نفس الكلام، يبقى عندك انت الموبايل ابلكيشن بتاعك ما هو الا فرونت اند، وبيبدا يتكلم مع الباك اند السيرفرز اللي بياخد منه الداتا، والسيرفرز دي بتتكلم مع الداتابيس. نفس الكلام في الويب، اي ويب ابلكيشن في الدنيا بيتكون من 3 مين كومبوننت زي ما قلنا. الكومبوننت الاولاني حاجه اسمها الفرونت اند، الكومبوننت الثاني الباك اند، الكومبوننت الثالث الداتابيس اللي بتكون موجوده في الابلكيشن بتاعك والابلكيشن بتاعك بيستخدمها. طيب ايه بقى المقصود بالفرونت اند؟ الفرونت اند بمنتهى البساطه ده هو الجزء من الويب ابلكيشن اللي هو دوره الرئيسي والاساسي ان هو ينتراكت مع اليوزر. يعني ايه؟ يعني مثلا خليني اقول لك ان انت داخل على الجيميل باعتباره واحد من اشهر السوفت ويرز، انت وانت داخل على الجيميل بتعمل ايه؟ والله بتخش بتقلب في الايميلات بتاعتك، بتشوف ايه الموجود في الانبوكس. اللي انت بتعمله ده بتعمله من خلال ايه؟ بتعمله من خلال يو اي، بتعمله من خلال يوزر انترفيس. فده اللي احنا بنسميه الفرونت اند. الفرونت اند هو الشكل اللي بيظهر لليوزر. طيب دور انت من خلال الفرونت اند ده بتعمل ايه؟ من خلال الفرونت اند ده حضرتك بتريسيف الداتا من اليوزر. يعني انا كراجل دلوقتي انا عندي ابلكيشن على سيرفر معين، انا من خلال الفرونت اند ده بقدر اخد الداتا من اليوزر. ازاي؟ زي مثلا لو انت عندك اي ويب سايت بتخش تعمل لوجن، تعمل لوجن ازاي؟ تكتب اسمك وبتكتب الباسورد بتاعك. التكست بوكس اللي انت بتكتب فيه اسمك والتكست بوكس اللي انت بتكتب فيه الباسورد بتاعك دول الفرونت اند، دول اللي احنا بنسميهم فرونت اند. دول عملهم واحد اسمه فرونت اند ديفلوبر، هو دي شغلته، شغلته ان هو يرسم شكل الويب سايت، فده الفرونت اند. طب الداتا اللي انت باخدها منك من خلال الفرونت اند ديت بدوس سيف.
لما بدوس سيف او بدوس مثلا لوجن، ايه اللي بيحصل؟ الداتا بتتاخد بطريقه معينه وتروح على السيرفر بتاع الابلكيشن اللي انت بتتعامل معاه. السيرفر ده يشوف والله انت كنت انت فعلا راجل، السيرفر ده عارفه، اليوزر نيم والباسورد دول معروفين بالنسبه له. ايوه طيب، لو معروفين بالنسبه له بيدخلك على الويب سايت. طيب لو هم مش معروفين بالنسبه له او في مشكله عندك في اليوزر نيم والباسورد، ايه اللي بيحصل؟ بيبدا السيرفر يعمل ريسبونس يقول لك لا والله انت حضرتك يا اما مدخل يوزر نيم غلط يا اما مدخل الباسورد غلط، انا مش هقدر اديك اكسس على الويب سايت. طيب لو ده حصل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان في مسج ظهرت لك على الشاشه بتقول لك انك انت ما ينفعش تخش على الويب سايت. ليه؟ لان يا اما اليوزر نيم بتاعك غلط يا اما الباسورد اللي انت مدخله غلط. فبالتالي الكوميونيكيشن مع اليوزر ده بيتم من خلال الفرونت اند. طب فكره بقى ان هو الابلكيشن عرف اذا كنت انا راجل اوثورايز ان انا اخش او انا فعلا يوزر ولا لا، عرف منين؟ عرف بقى من السيرفر، زي ما هنشوف ان السيرفر ده ليه دور تاني وليه شغل تاني. ولكن الفرونت اند بشكل عام هو دوره هو ينتر اكت مع اليوزر، هو دوره ان هو يتعامل مع اليوزر. طيب انا النهارده لو حبيت اعمل فرونت اند ابلكيشن، يعني حبيت اعمل ابلكيشن كده فرونت اند ابدا ان انا استخدمه، اعمل الكلام ده ازاي؟ تقدر تعمل الكلام ده من خلال 3 مين تكنولوجيز، من خلال 3 تكنولوجيز اساسيين او 3 تقنيات اساسيه. اول حاجه خالص الاساس بتاعك في الفرونت اند حاجه اسمها ال HTML. ال HTML باختصار لحاجه اسمها هايبر تكست ماركب لانجويج. الهايبر تكست ماركب لانجويج دي من اسمها كده بيسموها لغه الترميز او حاجه شبه كده. الفكره بتاعتها كلها ان هي بتستراكشر الشكل بتاع الداتا، يعني مثلا انا بقول في الويب سايت فوق عندي هنا لوجن، عندي هنا ساين اب، في الاخر بكتب الكلام ده او اللي بيستراكشر الشكل ده حاجه اسمها الاتش تي ام ال. يبقى اول خطوه ليا وان لو انا قررت ابني فرونت اند، ابني شاشات للابلكيشن بتاعي، بعمل ده من خلال الاتش تي ام ال. اشمعنى الاتش تي ام ال؟ الاتش تي ام ال عشان دي اللغه اللي البراوزرز بتفهمها. طب هو انا ينفع اعمل الكلام ده بلغه ثانيه؟ لا ما ينفعش تعمل الكلام ده بلغه ثانيه. ليه؟ لان ال HTML دي البراوزرز كلها بتفهم ال HTML وفاهمه الستاندرد بتاعت HTML. فيبقى اول خطوه لو انا هعمل فرونت اند ابلكيشن اول حاجه ان انا اتعلم HTML. طيب الحاجه الثانيه ال CSS. ال CSS اسمها Cascading Style Sheets، دي دورها انها بتعمل ستايلنج للويب سايت، يعني مثلا بتخش تلاقي الالوان الاشكال الكلام ده. وده مجال على فكره في ديفلوبرز موجودين اسمهم فرونت اند ديفلوبر ويو اي ديفلوبر، ده واحد دوره ان هو يبدا يظبط الشكل بتاع الويب سايت، يظبط الزراير الاشكال الالوان الكلام ده. فدي بنسميها كاسكيدنج ستايل شيت او سي اس اس. فدي تاني تقنيه المفروض تتعلمها. تالت حاجه بقى، ودي بقى يعني هي الوحش بتاع الويب كده زي ما انا بنسميها، اللي بنسميها الجافا سكريبت. الجافا سكريبت لغه واحده من اكتر لغات البرمجه اللي اي حد قرر يتخش مجال ويب لازم يتعامل مع الجافا سكريبت، مفيش محال. ليه؟ لان البراوزرز بتفهمها، البراوزرز بتعرف تتعامل معاها. فبالتالي انا ثالث تقنيه محتاجه اتعلمها هي الجافا سكريبت. طبعا في تقنيات دلوقتي بدات تظهر زي الويب اسمبلي والبليزر، مش موضوعنا دلوقتي، ولكن برضو دي تقنيات هدفها ان هي تشتغل على البراوزرز زي الجافا سكريبت بالظبط. ولكن الجافا سكريبت هي واحده من اهم لغات البرمجه لاي واحد قرر ان هو يخش مجال الويب ديفلوبمنت بشكل عام. يبقى انا لو انا هشتغل فرونت اند ديفلوبر او مش هشتغل فرونت اند ديفلوبر، انا النهارده واحد بعمل ابلكيشن، فمحتاج ان انا ارسم شكل الابلكيشن او اليو اي اللي اليوزر هيبدا يتعامل معاه. عشان خاطر اعمل ده محتاج ثلاث حاجات اساسيه: ال HTML، ال CSS، والجافا سكريبت. طبعا انت غالبا مش هتبني حاجه فروم سكراتش، انت بيبقى في لايبرز بتساعدك، بيبقى في مكتبات بتستخدمها بتساعدك، بتجيب تمبلت جاهزه وبتبدا تكستمايز عليها. ولكن عشان خاطر تقدر ان انت تحقق ده بنجاح محتاج انك انت تتعلم الثلاث لغات دول: ال HTML، CSS، والجافا سكريبت. طيب ده كده الفرونت اند. خلاص احنا رسمنا الشكل بتاع الويب سايت وشفنا الابلكيشن دوت بقى ليه شكل وشويه زراير وليه فورمه الراجل بيدخل الداتا وهكذا. طيب بعد ما الداتا ديت بيبدا شخص معين ان هو يدخلها من خلال اليو اي، ايه اللي بيحصل؟ بيجي بقى هنا دور الباك اند. الباك اند هنا فكرته كلها بقى ان ده الابلكيشن بتاعي، ده الكود، ده البيزنس، ده المعجنه كلها تبقى موجوده في الباك اند. الباك اند هو جزء من الويب ابلكيشن بيشتغل على سيرفر. يعني ايه بيشتغل على سيرفر؟ يعني زي ما قلنا ان هو مش موجود عندك، هو موجود في مكان ريموت، هو موجود في مكان بعيد، وبالتالي الابلكيشن ده بيكون موجود على سيرفر. طيب السيرفر ده دوره يعمل ايه؟ دور السيرفر ده ان هو يستقبل الريكوستات من الكلاينت. يعني ايه؟ يعني انا النهارده راجل فاتح جوجل كروم، فانا بعمل اي حاجه على جوجل كروم، داخل على ويب سايت، بعمل اكشن معين، بدوس على باتن معين، بعمل سبميت لحاجه معينه، بعمل سبميت لفورم، بدفع من خلال اي ويب سايت. الفكره الاساسيه هنا ايه اللي بيحصل؟ ان في ريكوست انا ككلاينت، انا الراجل اللي فاتح البراوزر ده، ببعته للسيرفر. السيرفر بياخد الريكوست ده ويبدا يعمل له بروسيسنج ويبدا يرسبونس
للريكوست ده، يا اما فعلا هو نجح ان هو يرسبونس للريكوست او ان هو فشل ان هو يرسبونس للريكوست. في كلا الحالتين في مسج ثانيه هترجع لك، هتبدا تظهر لك في الفرونت اند. يبقى الباك اند هو ايه؟ الباك اند هو الابلكيشن نفسه، هو السيستم اللي انت عامله، هو البيزنس بتاعك كله بيكون موجود في الباك اند. لو انت مثلا خدت مثال زي مثلا الجيميل، بحب اضرب بيه مثال دايما. الجيميل انت لما بتخش مثلا بتشوف الايميلات، تعمل سكرول مثلا، بتجيب ايميل معين، لما تكليك على ميل معين فيدخلك على الديتيلز بتاعته. الكلام ده بيحصل فين؟ الكلام ده كله بيحصل في الباك اند. يعني انت لما بتختار ايميل معين من ضمن الايميلات الموجوده عشان يجيب لك الديتيلز بتاعه الايميل ده، انت هنا عملت ايه؟ انت هنا عملت ريكوست، بتقول للسيرفرات بتاعه جوجل لو سمحت هات لي الديتيلز بتاعه الايميل اللي انا ضغطت عليه ده. فالسيرفر بتاع جوجل اول حاجه يعملها يشوفك هو انت اصلا ينفع تعمل ريكوست ولا لا، يعني انت عامل لوجن ولا مش عامل لوجن. ايوه انا عامل لوجن، فبالتالي انا اوثرايز واوثنتيكيتد ان انا اخش اشوف الريكوستات ديت، اخش اشوف الريكوست دوت وابدا ان انا اتعامل معاه بريسبونس. فبالتالي السيرفر هنا بيوثنتيكيتك الاول وبعدين يدي لك ريسبونس فيجيب لك الديتيلز. طيب مين بقى اللي راح ودور على الديتيلز ديت؟ السيرفر الباك اند مش الفرونت اند. الفرونت اند بس هو دوره ان هو عرض الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن اللي بترن على السيرفرز ديت بتاكسكيوت اكستراكشن تبقى للريكوست اللي الكلاينت عامله. يعني ايه بتاكسكيوت اكستراكشن؟ يعني انا النهارده لو بعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده هدفه مثلا ان هو يعمل لي مجموعه من الحسابات، كوست استيميشن مثلا. ايه اللي انا بعمله؟ والله بدخل الابلكيشن ده مجموعه من الداتا. طب الحسابات دي كلها بتتم فين؟ الحسابات دي كلها بتتم في الباك اند. طيب امتى الحسابات دي تتم؟ لما انا ادوس سبميت. فبالتالي لما انا ادوس سبميت في ريكوست خرج من البراوزر بتاعي انا ككلاينت، راح على السيرفر، والسيرفر ده بدا ان هو ينفذ الامر ده طبقا للتعليمات اللي انا كديفلوبر قايلها له ان هو ينفذها لما يجي له الريكوست ده. طيب ايه هي اللغات اللي انت تقدر تستخدمها مع الباك اند؟ اللغات اللي بتستخدمها مع الباك اند لغات كتير، زي السي شارب، اي اس بي دوت نت مثلا تقدر تبني بيها باك اند ابلكيشن، زي البي اتش بي تقدر تعمل بيها برضو باك اند ويب ابلكيشن، زي البايثون وزي النود دوت جي اس. النود دوت جي اس هي جافا سكريبت، برضو بتقدر من خلال النود جي اس ان انت تبني باك اند ابلكيشن باستخدام الجافا سكريبت. طيب في سطر هنا احنا ما اتكلمناش عنه، اللي هو فكره ان السيرفر اولسو اوثنتيكيت اند اوثرايز يوزر ريكويست. السطر ده مقصود بايه؟ السطر ده مقصود بيه ان انا كراجل يوزر ببعت ريكويست. السؤال بقى، انا الريكويست ده ينفع انا اوثرايز ان انا اعمل كده؟ انا اوثنتيكيتد؟ يعني ايه اوثنتيكيتد؟ يعني مسموح لي ان انا اكلم السيرفر ولا لا؟ الجزء بتاع الاوثنتيكيشن ده مهم جدا، لان احنا لما نيجي نشوف بعد كده في ديسك فورج، اول حاجه هتعملها انك انت هتروح تاوثنتيكيت نفسك. يعني ايه؟ يعني انا عايز اروح اقول للسيرفرات بتاع اوتوديسك اديني صلاحيه ان انا استخدم السيرفيس ديت. طب ليه تديك صلاحيه؟ لان يا فندم السيرفيس دي مش مجانيه، السيرفيس دي بفلوس مش مجانيه، وبالتالي ما ينفعش انك انت يعني تبقى اوثنتيكيتد على طول. طب امتى بقى اوثنتيكيتد؟ تبقى اوثنتيكيتد بقى لما انت تبقى دافع فلوس وواخد كريدت معينه عشان خاطر تبدا تتعامل مع الفورج. فدوري بقى انا هنا كسيرفر ان انا يعني قبل ما اشتغل اعمل اوثنتيكيشن للريكوست بتاعك، اشوفك انت اوثنتيكيتد ولا لا، مسموح لك تكلم السيرفر ولا مش مسموح لك تكلم السيرفر. لو انت اوثنتيكيتد هبدا ادخلك على السيرفر، لو مش اوثنتيكيتد اقول لك لا والله روح بقى اشتري الاي بي اي دي الاول، او روح ادفع ثمن الحاجه دي وانا بعدها اديك اوثنتيكيشن تبدا انك انت تكمل بيه وتستخدم بيه السيرفيس بتاعتي. فهو ده المقصود بباك اند، وهو ده الدور بتاع الباك اند. طب نيجي بقى البارت ثالث وبارت مهم جدا، اللي هو الداتابيز. الداتابيز بتاعت الابلكيشن فكرتها كلها، ودي اخطر جزء اصلا في الابلكيشن، ان هي بتستور الداتا بتاعت الابلكيشن، بتعمل ستورنج للداتا بتاعت الابلكيشن وبتعمل ستورنج لليوزر انفورميشن. يعني ايه؟ يعني انا النهارده كمصطفى مثلا، في انا على اي ويب سايت في الدنيا انا ليه يوزر نيم وباسورد زي يوديمي مثلا. اليوزر نيم والباسورد بتاعي دول متخزنين فين؟ متخزنين في الداتابيز. يعني ايه؟ يعني النهارده انا اول ما بروح اعمل لوجن من خلال الفرونت اند بتاع يوديمي مثلا او بتاع اي موقع، ان هو بياخد الريكوست بتاعي، بياخد اليوزر نيم والباسورد ويروح يديهم للسيرفر. السيرفر يمسك اليوزر نيم والباسورد دول ويروح يسيرش عليهم في الداتابيز، يشوفني انا موجود ولا مش موجود. لو انا موجود خلاص هيبدا يرد عليا، ايوه انت اوثنتيكيتد، انت يلا اتفضل خش على الويب سايت وشوف بقى انت عايز تعمل ايه. لو اليوزر نيم والباسورد مش موجودين هتلاقيه بيعمل لي راوتنج ويقول لي لا انت اليوزر نيم والباسورد بتاعك دول مش موجودين، او اليوزر نيم والباسورد دول غلط. فيا اما انت تعمل بقى فكره اللي هي ريسيت للباسورد، او ان انت اعمل ساين اب ان انت سجل نفسك عندي. الكلام ده بيجيبه منين؟ بيجيبه من خلال الداتابيز. فبالتالي فكره الداتابيز هو ده بارت ثالث وبارت مهم جدا في اي ابلكيشن. مفيش ابلكيشن من غير داتابيز،
كل الابلكيشنز في الدنيا بيكون ليها داتابيس طالما بتتعامل مع داتا، طالما بتستور داتا، سواء زي ما قلنا قبل كده ان الداتابيس دي ممكن تكون في شكل سيكوال او ان الداتابيس دي ممكن تكون في شكل فايلات، سواء بقى اكس ام ال فايل او اكسل فايل، في الاخر في داتابيس الابلكيشنز بتكلمها وبتتعامل معاها. في انواع مختلفه من الداتابيس، حاجه بنسميها الار دي بي ام اس سيكوال اللي هي ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم، واللي هي اشهر حاجه ليها اللي هي المايكروسوفت سيكوال او السيكوال بشكل عام. المايكروسوفت ده او مايكروسوفت سيكوال سيرفر هو مستخدم السيكوال، يعني هو ابلكيشن برضو بيستخدم السيكوال، لكن اللغه الاساسيه اللي كل الار دي بي ام اس بتتعامل معاها اسمها سيكوال. مايكروسوفت بتتعامل باستخدام السيكوال، باستخدام مايكروسوفت سيكوال او اللي هي ام اس اس كيو ال، اوراكل نفس الكلام. فدي كلها انواع من انواع الار دي بي ام اس اللي احنا بنسميها ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم. النوع الثاني حاجه اسمها نون ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم، وده نوع ثاني من انواع الداتابيز، اشهره حاجه اسمها المونجو دي بي، ودي دورها اكتر بتتعامل مع الدوكيومنتس، يعني بتتعامل مع الفايلات والدوكيومنتس. السيكوال بيتعامل بشكل كبير مع الداتا، لكن بتتعامل مع فايلات، بتتعامل مع فيديوز، بتتعامل مع حاجات تانية غير الداتا، فليها انواع تانية من قواعد البيانات بتبدا تتعامل معاها، ولكن الاساس اللي انت عامل معاه بشكل اساسي هو فكره السيكوال. السيكوال اختصار لحاجه ستراكشرد كويري لانجويج، تقدر من خلال السيكوال انك انت تكرييت داتابيز من نوع ار دي بي ام. طيب يعني ايه داتابيز من نوع ار دي بي ام، او يعني ايه ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم؟ الار دي بي ام او ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم فكرتها كلها بتعتمد ان هي بتخلق ريليشن بين التيبلز وبعضها. يعني ايه ريليشن بين التيبلز وبعضها؟ يعني انا النهارده لو انا عندي جدول، الجدول ده انا شايل فيه الامبلويز بتوعي، شايل فيه الموظفين، وعندي جدول تاني شايل فيه الشركات، فبالتالي انا اقدر اربط الموظفين الموجودين في الجدول ده بالشركة بتاعته. يعني مثلا لو أنا عندي جدول فيه 10 شركات وعندي جدول تاني فيه 100 موظف، فوالله ال 100 موظف دول 10 شغالين في الشركة A، 20 شغالين في الشركة B، 30 شغالين في الشركة C وهكذا. فبالتالي أنا بنربطهم ببعض من خلال حاجة اسمها البرايمري كي والفورين كي. ده مش موضوعنا قوي، ولكن هي دي الفكرة بتاعة الار دي بي ام اس، ان انت بيبقى عندك الداتا في شكل تيبلز وتبدأ انك انت تعمل ريليشن بين التيبلز دي و بعضها. فهو ده المقصود بالداتابيز، او المقصود بشكل اساسي بالسيكوال داتابيز. يبقى دلوقتي لو في اي ويب ابلكيشن انت قررت تعمله، لان السؤال ده مشهور جدا دلوقتي، حد بيجي يقول انا عايز اتعلم مجال الويب، انا عايز ابقى ويب ديفلوبر، مش عارف ابدا منين، المجال كبير، المجال واسع. لا، انت عندك المجال مقسوم لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني الفرونت اند، الجزء الثاني الباك اند، الجزء الثالث داتابيز. طبعا في وظيفه كده اسمها فول ستاك ديفلوبر، وده هو ده اللي يمكن الاكثر طلبا من الشركات. الفول ستاك ديفلوبر هو بيبقى شخص بقى بيقدر يتعامل مع الداتابيز، بيقدر يكرييت باك اند ابلكيشن، وبيبدا يتعامل مع الفرونت اند. حاليا وتحديدا بعد ازمه الكورونا، ودي معلومه يعني للناس كلها تعرفها، ان الشركات النهارده بتدور على الشخص اللي ينفع في اكتر من بوزيشن. يعني ايه؟ يعني النهارده انت تشتغل فرونت اند وتشتغل باك اند وتشتغل داتابيز، يعني تعرف تشتغل كل حاجه. فكره انك انت تبقى عندك سكيل واحده او مهاره واحده بس، لا، مش هو ده بيبقى اكتر حاجه، او مش هو ده اكتر حاجه الشركات بتدور عليه. الشركات النهارده بتدور على الشخص اللي هو عنده مهارات كتير، بحيث ان هو يقدر يوظفه في اماكن مختلفه ويبدا يوظفه في اماكن متعدده. فده شخص اسمه فول ستاك، وزي ما بيتقال ده بيكون اكتر الناس طلبا، الفول ستاك ديفلوبر. طيب انت بتقول ان في فرونت اند، وبتقول ان في باك اند، وبتقول ان في داتابيز، وفي ريكوستات، وليله كده. احنا عايزين نفهم الموضوع ده. الفكره بمنتهى البساطه ان الريكوست ده هو عباره عن اكشن، زي ما قلنا اليوزر بيعمله عشان خاطر يطلب حاجه من السيرفر. طيب السيرفر بيعمل ايه؟ السيرفر اول حاجه بيعمل اوثنتيكيشن للريكوست ده، بيشوف اذا كان انت ينفع تكلم السيرفر ولا لا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا ما ابقاش شخص لوجن مثلا واروح والله اكلم فانكشن معينه جوه برنامج، ما هو انا مش لوجن، فبالتالي انا مش اوثنتيكيتد اصلا ان انا اخش اكلم السيرفر. فبالتالي السيرفر بيوثنتيكيت وبعدين بيبدا ريسبونس عليا. طيب تعالى كده نشوف الموضوع ده بيتم ازاي. انت هنا لو انت مثلا كبراوزر، انت هنا كراجل كلاينت، يعني ايه كلاينت؟ انت بتتعامل من خلال براوزر، في قدامك هنا يوزر انترفيس. من خلال اليوزر انترفيس ده انت عملت اكشن معين، ضغطت على زرار معين، انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تبدا تكلم السيرفر. ليه؟ عشان السيرفر هو اللي يكلم الداتابيس. طيب بتعمل ده ازاي؟ بتعمل ده انك انت، ده بيتم من خلال حاجه اسمها ال HTTP request. ال HTTP اختصار لحاجه اسمها Hyper Text Transfer Protocol. كلمه HTTP دايما انت لو رحت على اي ويب سايت، لو بصيت كده في URL هتلاقي دايما قبليه يا اما HTTP يا اما قبليه حاجه اسمها HTTPS. الفرق ما بين ال HTTP وال HTTPS، الفرق بمنتهى البساطه حاجه ليها علاقه بالسكيورتي، ان ال HTTPS الريكوست والريسبونس تبقى حاجات متشفره. ال HTTP لا، لكن
مش ده موضوعنا دلوقتي، او مش ده موضوعنا نتكلم عن الفرق ما بين ال HTTP وما بين ال HTTPS، ولكن ده البروتوكول المسؤول ان هو ياخد الريكوست بتاعك ويوديه للسيرفر، وياخد الريسبونس من السيرفر ويرجعه لي اليوزر تاني، او يرجعه لي الكلاينت مره تانية. فده اللي احنا بنسميه ال HTTP ريكوست. ده بيتم ازاي؟ زي ما قلت لك، انت بتبقى مثلا يوزر فاتح جوجل كروم مثلا، بتعمل اكشن على ويب سايت، ده بيتم ده من خلال ال HTTP ريكوست. ال HTTP ريكوست ده او الريكوست الحاجه اللي انت طلبتها من السيرفر، بتروح ياخد الريكوست دوت. زي ما قلت لك، اول حاجه بيعمل ايه؟ بيأثنتيكيت. يعني ايه بيأثنتيكيت؟ بيشوفك هو انت اصلا مسموح لك تكلم السيرفر ولا لا. والنقطه دي مهمه جدا وانا باكد عليها، عشان لما نوصل للموضوع بتاع ديسك فورج هتلاقي ان اول حاجه عشان تبدا تشتغل مع السيرفيس بتاعه فورج، ان هو يقول لك ايه، لا هو انت اوثنتيكيتد ولا لا، يعني انت ينفع اصلا تكلم السيرفرات دي ولا ما ينفعش تكلم السيرفرات بتاعتي انا كديسك. فاول خطوه بتحصل ان هو بيبدا يعمل لك الاوثنتيكيشن. طيب الويب سيرفر ده بيعمل ايه؟ انت طلبت حاجه من الويب سيرفر، طلبت مثلا ان هو يجيب لك سي، انت بتعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده بيتعامل مع شركه او مجموعه موظفين، فانت كراجل دخلت على الشركه كراجل مثلا مانجر، فانت والله عايز تجيب الموظفين اللي واخدين اجازات، او الموظفين اللي اجازاتهم مثلا عدت عدد معين من الايام، ده ريكوست انت طلبته. فالريكوست دوت ايه اللي بيحصل فيه؟ الفكره كلها ان الريكوست ده بيروح على السيرفر، السيرفر بيأوثنتيكيت. طب بعد ما السيرفر يأوثنتيكيت، يروح ينفذ اللي انت عايزه، يبدا بقى يدور. طب بيدور فين؟ بيدور في الداتابيز. طب هو ما ينفعش اليوزر انترفيس ده، يعني مثلا ما ينفعش جوجل كروم يروح على طول يكلم الداتابيز؟ الاجابه لا، ما ينفعش. ليه؟ لان اليوزر انترفيس فيه ثلاث حاجات زي ما قلنا، HTML وCSS، ودول مش لغات برمجه، وفي حاجه اسمها جافا سكريبت. الداتابيز ما بتعرفش تكلم جافا سكريبت. طب بتكلم ايه؟ بتكلم باك اند بروجرامنج لانجويج، زي ايه؟ زي البايثون، زي السي شارب، زي لغه من ضمن لغات البرمجه اللي بتشتغل على الباك اند، مش بتشتغل في البراوزرز بس. فدي اول حاجه. فبالتالي انت كيوزر هتروح تعمل حاجه على السيرفر، وبعدين تبدا انك انت تاخد الداتا. السيرفر مش هيكلم البراوزر، امال السيرفر هيعمل الداتابيز، انا اسف، مش هتكلم البراوزر، امال الداتا هترجع الكلام ده مره ثانيه للسيرفر، ومن خلال الاتش تي تي بي ريسبونس هيبدا ياخد الريسبونس بتاع السيرفر ده ويرجعه لليوزر مره ثانيه، ويرجعه للكلاينت مره ثانيه. السيميوليشن بتاع الريكوست اللي بيحصل ده هو نفس اللي هيحصل مع اوديسك فورج بالظبط، ان انت في فورج برضو انت عايز حاجه من السيرفرز بتاع اوديسك، فانت بتنفذ ريكوست، السيرفر بيروح يشوف الريكوست دوت، وبالتالي يروح يرد عليك بريسبونس مره ثانيه. هو نفس الفكره. فعشان كده بنقول، او في اول المحاضره خالص قلنا ان الفكره بتاعت فورج كلها عشان تتعامل معاها الموضوع سهل جدا. يعني حاجه انا بقولها، الديسك فورج هو اسهل كتير من ريفيت اي بي اي، واسهل من الاوتوكاد اي بي اي، واسهل من الكلام ده كله، ولكن هو ليه كم من البري ريكويز لازم انت تحققها. يعني لازم تكون عارف ويب كويس، لازم تكون عارف يعني ايه فرونت اند، ايه لغات البرمجه بتاعتها، باك اند، داتابيس، تكون فاهم الدنيا ديت، وقتها هيبقى الفورج بالنسبه لك موضوع سهل جدا، خصوصا كمان ان هي اوديسك الفتره دي مهتميه بيه، والدوكيومنتيشنز بتاعته زي ما هنشوفها منظمه بشكل كبير، وسهل انك انت توصل ليها للمعلومه. ده كده بشكل مبسط جدا فكره الريكوست ازاي انت لو راجل فاتح من براوزر وبتتعامل مع ويب او بتعمل ويب ابلكيشن، الدنيا بتمشي ازاي، والريكوست والريسبونس بيمشي معاك ازاي. طيب عايز اكلمك عن حاجه برضو كده، حاجه اسمها الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. الكلمتين دول مهمين جدا في مجال الويب. الاوثنتيكيشن معناها انا بسالك كده، هو ار يو، انت مين؟ يعني ايه؟ يعني انا النهارده زي ما انت شايف كده قدامك، انا مدخل يوزر نيم ومدخل باسورد وبعمل لوجن، لو السيرفر اتعرف عليا، طب والسيرفر هيتعرف عليا ازاي؟ انا من هنا لما بدوس لوجن او بدوس على زرار معين، بروح بريكوست للسيرفر، السيرفر بيشوفني انا اوثنتيكيتد ولا لا، دي اول حاجه. وبعدين يبدا يروح يدور على الداتا بتاعتي في الداتابيز، لقى اليوزر نيم ولقى الباسورد، وبالتالي يبدا يرجع ريسبونس ان انا شخص اوثنتيكيتد. ففكره الاوثنتيكيشن معناها ايه؟ معناها ان انت ينفع تكلمني ولا لا، انت مسموح لك اصلا تكلمني ولا لا، دي فكره الاوثنتيكيشن. طب الاوثرايزيشن، طب خلاص انا سمحت لك انك انت تكلمني، مسموح لك تعمل ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت النهارده لو انت دخلت على ويب سايت اي ابلكيشن في الدنيا، بيبقى في حاجه اسمها ليفل اوف اوثرايزيشن. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو انا بعمل ويب سايت، ويب سايت ده مثلا بعمل من خلاله تراكنج سيستم، التراكنج سيستم ده ابلكيشن انا عامله، انا الشركه انا اللي عاملاه، وفي ناس بتبدا تتعامل مع الابلكيشن ده. اليوزرز العاديين هيشوفوا الابلكيشن عادي بشكله الطبيعي، لكن انا كراجل ادمن او انا كراجل ادمنستريتور، لا انا ليه صلاحيات اكتر، انا اقدر اشوف حاجات تانية في الويب سايت. ففكره الاوثرايزيشن بمنتهى البساطه ان هي بتبدا تقسم. يعني ايه بتبدا تقسم؟ يعني بتبدا تقول لك مين مسموح له يشوف ايه، بمنتهى البساطه. ففكره دي الاوثرايزيشن. فاي ويب سايت انت بتعمله بيكون عنده ليفل اوف اوثرايزيشن. يعني انا النهارده في شركه بتيجي تقول لي تعالى اعمل لي ابلكيشن، وفي فورج وفي كل حاجه،
السؤال بقى دلوقتي، هل انا النهارده الامبلوي العادي اللي في الشركه بيبقى ليه صلاحيات زي المانجر، بيبقى ليه صلاحيات زي الاونر؟ الاجابه لا، كل واحد في الويب سايت ليه ليفل اوف اوثرايزيشن معين. لكن الثلاثه دول او الثلاث انواع دول مالهم اوثنتيكيتد. يعني ايه اوثنتيكيتد؟ يعني الثلاثه دول خلاص عرفوا يكلموا الابلكيشن، عرفوا يكلموا الويب سايت. فدي الفكره، الاوثنتيكيشن بمنتهى البساطه معناها هو انت مسموح لك تكلمني ولا لا. طب انت خلاص اوثنتيكيتد، ففي ليفل تاني اسمه اوثرايزيشن، مين يشوف ايه او مين يعمل ايه على الويب سايت. فهم دول، يعني دول الفرق ما بين كلمه اوثنتيكيشن وما بين كلمه اوثرايزيشن. واي ويب سايت في الدنيا انت بتعمله بتعمل في المرحلتين دول، فكره الاوثنتيكيشن والفكره بتاعه الاوثرايزيشن، مين يشوف ايه. طيب تعال نتكلم كده سريعا كده عن حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج. الكلاود كومبيوتنج خلاص، الكلاود يعني ايه؟ يعني احنا بيكون عندك الابلكيشنز بتاعتك مش على الجهاز بتاعك، بتكون موجوده على سيرفرز. والموضوع ده يمكن احنا غطيناه بشكل مفصل في المحاضره اللي فاتت والمحاضره اللي قبلها. الكلاود بقى كومبيوتنج، لو انا هرجعه لك بسرعه كده، فكرته كلها ان انا بقدم لك مجموعه من الكمبيوتنج سيرفيس. يعني ايه بقدم لك مجموعه من الكمبيوتنج سيرفيس؟ يعني بخليك تاجر سيرفرات. بمعنى يعني انا النهارده انا شركه، عندي السيرفرات بتاعتي وعندي الادمنستريتورز بتوعي. طيب السيرفرات دي بتكلفني، وسيرفرات غاليه ومش رخيصه، وانا ممكن اكون مش محتاج ان انا اجيب سيرفر عندي في الشركه، طب ما تاجره. ففكره التاجير بتاع السيرفر ده، ده كلاود كومبيوتنج، دي سيرفيس انت بتاخدها من الكلاود. فبتروح والله مثلا لمايكروسوفت وتقول لها انا عايز اشتري من عندك سيرفرات. مش بتشتري سيرفر، انت بتاجر حاجه، بتقول له والله انا عايز، كانك بتقول له انا عايز جهاز كمبيوتر بمواصفات معينه، يكون والله الرامات قد كده، الهارد قد كده، البروسيسور سعته قد كده، بتحدد المواصفات اللي انت عايزها وبتاجر السيرفر. فده نوع من انواع الكلاود كومبيوتنج. طب انا دلوقتي الداتابيس بتاعتي ديت انا عايز اعمل لها هوستنج في مكان معين، فبالتالي ده برضو نوع من انواع الكلاود كومبيوتنج سيرفيس اللي انا بتسميه الاستورج. طيب السوفت وير، انا عملت ابلكيشن وباخد الابلكيشن ده برفعه الناس كلها بتتعامل معاه، زي مثلا بيم 360. بيم 360 بمنتهى البساطه هو عباره عن سوفت وير، هو بيقول لك، هم بيقولوا كده اوتوديسك ان بيم 360 هو عباره عن كونستراكشن مانجمنت سوفت وير. فده برضو نوع من انواع الكلاود كومبيوتنج. عشان الخص لك الكلام ده ويبقاش فيه لخبطه، الكلاود كومبيوتنج بتكون قايمه على ثلاث اجزاء اساسيه. حاجه اسمها الساس او السوفت وير از سيرفيس. الفكره هنا ان انا كشخص بتعامل مع كلاود ابلكيشن، ايا كان نوع كلاود ابلكيشن ده، زي مثلا يوديمي. يوديمي ده موقع كورسات، انت بتتعامل مع ايه؟ بتتعامل مع سوفت وير. هو هل يوديمي دي سوفت وير؟ ايوه، يوديمي سوفت وير. سوفت وير بيشغل لك مجموعه من الفيديوهات، بس قبل ما يشغل لك الفيديو بيعمل ايه؟ بيديك اوثنتيكيشن، بيأوثنتيكيتك الاول. يعني ايه؟ يعني يشوفك اصلا انت ينفع تشوف، يعني ينفع تخش على يوديمي ولا لا. ايوه قدرت اخش على يوديمي. يبدا بعد كده يشوف ايه بقى الكورسات اللي انت مشترك فيها ويبدا ان هو يجيبها لك. فده سوفت وير. انت يوديمي ده بتخش عليه من اي لابتوب، من اي جهاز كمبيوتر، في البيت، في الشغل، من موبايل، من اي حاجه بتقدر انك انت تخش على السوفت وير. فده بنسميه ساس، سوفت وير از ا سيرفيس. ده نوع من انواع كلاود كومبيوتنج سيرفيس. الحاجه الثانيه حاجه اسمها ياس او انفراستراكشر از ا سيرفيس، وهي دي اللي انا كنت بكلمك فيها. انفراستراكشر از ا سيرفيس بمنتهى البساطه، انا كشركه النهارده محتاجه سيرفرات بمواصفات معينه، فبروح والله لامازون مثلا، امازون عندها حاجه اسمها امازون ويب سيرفيسز، او بروح لمايكروسوفت، مايكروسوفت عندها حاجه اسمها مايكروسوفت ايجر، بروح اطلب منهم انفراستراكشر، باجر منهم الانفراستراكشر ديت عشان خاطر ابدا ان انا احط عليها ابلكيشنز بتاعتي. فدي نوع تاني من انواع الكلاود كومبيوتنج سيرفيس. النوع الثالث حاجه اسمها الباس او حاجه اسمها البلاتفورم از سيرفيس. ان انا هنا البلاتفورم از سيرفيس ده بكلم بيه ديفلوبر. فانا مثلا لما بخش على مايكروسوفت ايجر، دي عباره عن بلاتفورم بقدر من خلالها ان انا اعمل ديبلويمنت، اقدر من خلالها ان انا اعمل تيستنج للابلكيشن بتاعي، بقدر من خلالها ان انا اعمل حاجات كتير. فده اسمه بلاتفورم از ا سيرفيس. مين اللي بيقدمه؟ بتقدمه والله مايكروسوفت. يبقى انت تبقى عارف كده، الكلاود كومبيوتنج بشكل عام هي سيرفيس انت بتاخدها، ولكن بتاخدها بشكل من ثلاث اشكال. اكثرهم انتشارا بالنسبه للانجينيرز هم النوع الاولاني اللي هو الساس، السوفت وير از ا سيرفيس. لكن النوع بتاع بلاتفورم از ا سيرفيس ده بيكلم اكتر ديفلوبر. الصوره دي هتوضح لك الموضوع اكتر. الاس او الانفراستراكشر از ا سيرفيس، لا انا عايز اجر سيرفر، عايز اجر ستورج. فانا هنا بكلم بيه مين؟ بكلم بيه الانفراستراكشر اركتكتس، بكلم بيه الناس اللي بيبداوا يعملوا الانفراستراكشر اللي الابلكيشنز بتاعتنا تستخدمها. طيب الباس او بنسميها البلاتفورم از ا سيرفيس، انت وقتها هتاجر سيرفر وهتاجر ستورج ونتورك وكمان اوبريتنج سيستم تبدا تشتغل عليه، او ان انا اديك ابلكيشن تقدر من خلاله انك انت تعمل حاجه معينه، زي مثلا انا من خلال مايكروسوفت ايجر بقدر اعمل تيستنج للويب ابلكيشنز بتاعتي. فده اسمه بلاتفورم از ا سيرفيس. طب هو هنا بيكلم بيه مين؟ هو هنا بيكلم بيه سوفت وير ديفلوبر.
واحد داخل يعمل حاجه معينه، واحد داخل بيديفلوب ابلكيشن، والبلاتفورم ده مدي له مجموعه من التولز اللي تساعده. النوع الثالث بقى اللي هو الساز، اللي هو قلنا ان المهندسين بيتعاملوا معاه بشكل كبير، اللي اسمه ساز او سوفت وير از ا سيرفيس، وده بيكلم بيه الاند يوزرز، وده اللي الشركات بتطلبه. يعني انت النهارده لو اوتسك فورج ديفلوبر، او انت راجل ديفلوبر يعني وشغال في تطوير تطبيقات فورج، معظم الابلكيشن اللي بتطلب منك بتكون من النوع ده، بتكون من النوع الساز او سوفت وير از ا سيرفيس. ده كده ملخص سريع جدا للكلاود كومبيوتنج برينسيبلز والسيرفيس اللي انت تقدر تاخدها من خلال الكلاود كومبيوتنج. طيب خلينا بقى نبدا نتكلم عن بدايه بقى التعامل مع فورج كده. اول حاجه عايزين نتكلم عنها هي ايه هو المقصود بالويب اي بي اي. واتس ويب اي بي اي؟ الويب اي بي اي ستاندز فور ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. كنا اتكلمنا قبل كده على الفكره بتاعه الاي بي اي قبل كده، وقلنا ان الاي بي اي هي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. طب ايه بقى الفكرتها في الويب؟ الفكره كلها ان هي اي بي اي ولكن بتشتغل من خلال الويب، بمنتهى البساطه اللي في الدنيا هو ده المقصود بالويب اي بي اي. الويب اي بي اي بتستخدم عشان خاطر ان احنا نعمل من خلالها اتش تي تي بي بيست سيرفيس. يعني ايه؟ بمنتهى البساطه انا النهارده لو عايز اعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده يشتغل والله على الموبايل، يشتغل على الديسكتوب، يشتغل على الويب. هعمل الكلام ده ازاي؟ في الاخر بالنسبه لي الموبايل، الديسكتوب، الويب هم فرونت اند ابلكيشن. طيب الداتابيس بتاعتي خلاص هي داتابيس واحده. طيب السيرفر سايد ابلكيشن، الابلكيشن اللي انا بعمله ده هبدا اخرج منه الداتا في شكل اي بي اي. فوالله لو موبايل ابلكيشن ده قدر يكلم الاي بي اي بتاعتي هياخد منها الداتا، لو الويب ابلكيشن قدر يكلم الاي بي اي بتاعتي هيقدر ياخد منها الداتا، لو الديسكتوب ابلكيشن قدر يكلم الاي بي اي بتاعتي يقدر ياخد منها الداتا. عشان كده فورج هو عباره عن مجموعه من الاي بي ايز. يعني ما يعني اوتوديسك كده جت قالت لك انا كل التطور اللي احنا عملناه والحاجات اللي احنا عملناها والابلكيشنز والكلام ده كله هنحوله لك في الاخر لشكل اي بي اي، ونقول لك خد استخدم الاي بي اي دي في الابلكيشن بتاعك انت. بمعنى يعني انا النهارده انا واحد عملت ابلكيشن لشركه معينه، فمثلا محتاج الفيور، محتاج ال 3 دي فيور، مش شرط ان انا اروح اديفلوب 3 دي فيور وان انا اروح اعمل فيور جديد واجيب بقى تيم بتاع جرافيكس وكمبيوتر جرافيكس واعمل الفيور بتاعي. طيب ما اروح ان انا والله الاوتوديسك اقول لها طيب ما تديني الفيور بتاعك، يعني اديك الفيور بتاعي، يعني اسمحي لي ان انا باستخدام الاي بي اي بتاعه الفورج استخدم الفيور بتاعك. فالاي بي اي هي زي ما كنا بنتكلم قبل كده هو نفس المبدا، فكره الابلكيشن بروجرامنج انترفيس هي عباره عن طريقه بتقدر انك انت تتعامل معاها في الابلكيشن. الويب اي بي اي زي ما انت شايف كده بالمنظر ده، انا النهارده واحد ماسك مثلا موبايل ابلكيشن كفرونت اند، ببعت حاجه اسمها اتش تي تي بي ريكويست. الاتش تي تي بي ريكويست بيروح للسيرفر. طيب مين بيستقبله؟ بيستقبله والله السيرفر. بيبدا السيرفر ياخد الكلام ده ويعمل له بروسنج ويروح يكلم الداتابيس. بس خلي بالك بقى من حاجه هنا، هنا لو السيرفر نجح بيرد بريسبونس، وهنا لو السيرفر نجح بيرد بريسبونس. فبص كده، ادي اتش تي تي بي ريكويست جاي من ويب ابلكيشن، وادي اتش تي تي بي ريكويست جاي من موبايل ابلكيشن، والاثنين دول بيتكلموا مين؟ ويب اي بي اي. طيب لما حصل ريسبونس، الريسبونس راح رجع، فبالتالي هنا حصل اتش تي تي بي ريسبونس، وبالتالي هنا حصل راح اتش تي تي بي ريسبونس. انا عايزك بقى تبص معايا على شكل الداتا هنا، قال لك يا اما جيسون يا اما اكس ام ال، وهنا قال لك يا اما جيسون يا اما اكس ام ال يا اما اذر فورمات. يعني ايه؟ الاكس ام ال كنا شفناها في المحاضره اللي فاتت بتاعت الاي سي، الجيسون هنشوفها النهارده ان شاء الله، ولكن دول اشكال من الداتا. يعني هو هنا رد بايه؟ هو هنا رد بداتا. يعني انا لما جيت في الموبايل ابلكيشن بتاعي طلبت حاجه معينه من السيرفر، السيرفر رد عليا بداتا. الموبايل ابلكيشن بقى بيكون متبرمج ان هو يكونسيوم الداتا اللي السيرفر بتاعك ده رد عليك بيها ويبدا يظهرها لك في الفرونت اند. ونفس الكلام بالنسبه للويب ابلكيشن، نفس الفكره بالظبط. الويب ابلكيشن بيبعت ريكويست، في هنا سيرفر، السيرفر بيرد بريسبونس، الريسبونس بتاع السيرفر ده بيكون في شكل ايه؟ يا اما جيسون يا اما اكس ام ال، ودول اشهر فورماتس بتستخدم. طب الجيسون والاكس ام ال زي ما شفنا في الاخر هو بيرد بداتا. الويب ابلكيشن بتاعي بيكون متبرمج على ايه؟ بيكون الويب ابلكيشن بتاعي متبرمج ان هو ياخد الداتا دي ويبدا ان هو يعمل لها كونسيوم. فهي دي الفكره بمنتهى البساطه باستخدام الويب اي بي اي. فهنا لاحظت حاجتين، اما جيسون واما اكس ام ال. يعني ايه جيسون واكس ام ال؟ هي داتا، انا بنقل داتا في شكل جيسون او ان انا بنقل الداتا في شكل اكس ام ال. لو هتلاحظ هتلاقي نفس الموضوع ده هو اللي متطبق في الاي سي. الاي سي بمنتهى البساطه قال لك انا بشيل الداتا بتاعه الموديل جوه اكس ام ال فايل. والله بقى حضرتك تروح تفتح الفايل بتاع الاي سي ده، والله على الساب انا هروح اكونسيوم الداتا من الاي سي واعمل لك ريندرنج واخد الداتا واشتغل بيها. هتروح ان انت تكونسيوم الفايل بتاع الاكس ام ال ده والله في الريفت او في اي برنامج تاني، برضه نفس الكلام انا هروح اكونسيوم منه الداتا. انا متبرمج ان انا اخد منه الداتا.
لكن إيه؟ لكن لما تعمل اكسبورت خلاص انت صدرت الداتا، هتعمل لها بقى كونسيومنج ازاي؟ هي دي بقى النقطه اللي احنا بنبدا نتعامل معاها. هو نفس الكلام بالظبط بالنسبه للويب اي بي اي، هو الكلام مش بعيد عن بعضه، هو الكلام هو على فكره نفس الكلام بالظبط بالنسبه للويب اي بي اي. حضرتك بتطلب داتا من السيرفر، السيرفر بيرد عليك بداتا، انت بقى بتاخد الداتا ديت وتبدا تعمل لها كونسيومنج في الابلكيشن بتاعك. هو ده الفورج سيرفيس بتقدمها لك بالظبط، انك انت بتروح تقول للفورج مثلا او بتروح تكلم السيرفرات بتاعه اوديسك تقول لها انا عايز استخدم الفيور، فبالتالي الفيور ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفيس. مين اللي بيقدمها لك؟ اوديسك. فانت بتروح تعمل ريكوست وبالتالي هو يرد عليك بريسبونس، تبدا انت تكونسيوم الكلام ده فين؟ في الابلكيشنز بتاعتك. دي الفكره بالنسبه للويب اي بي اي. سؤال انا سالته كتير جدا من ناس بدات في المجال دوت او بدات تاخد فيه خطوات، طيب ايه الفرق بين الجيسون والاكس ام ال؟ الاثنين عباره عن تكست بيست، او اثنين عباره عن تكست، فكرتهم كلهم ان هم سهل ان انت تنقله بين سيستم والتاني. طيب تعال نتكلم او تعال نشوف الفرق كده بين الجيسون وبين الاكس ام ال. بص كده، لو انا النهارده عندي سيرفر، السيرفر ده شايل الداتا بتاعت مجموعه موظفين، انا باستخدام ويب براوزر دخلت والله على ويب ابلكيشن وطلبت ان انا عايز مجموعه الامبلويز دول او انا عايز مجموعه الموظفين، السيرفر هيرد عليا بايه؟ السيرفر هيرد عليا بالشكل ده، السيرفر هيرد عليا بشكل الجيسون فايل ده. فالجيسون فايل ده اسمها جيسون. بص كده، هو عباره عن اوبجكت، طبعا كلام فيه جزء كبير بروجرامنج، وانا عارف ان الناس هو مش بروجرامنج ولا حاجه، بس ممكن تكون في مصطلحات جديده الناس اول مره تسمعها، فممكن تكون يعني شايف الموضوع صعب، لكن الموضوع اسهل مما انت تتخيل. الموضوع سهل جدا جدا جدا، لا بس لو انت عرفت البيزكس بتاعته هيبقى الموضوع سهل. ولكن في الاخر خلينا نبدا يعني نحاول نكمل مع بعض كده. ادي الجيسون فايل او ادي الجيسون داتا اللي بتجي لك، انت بتروح والله للسيرفر تقول للسيرفر ده هات لي مجموعه الامبلويز دول، فالسيرفر بيبدا يرد عليك يقول لك والله بص ادي الامبلويز دول، هيقول لك في شكل اري، في شكل مصفوف، ادي الفيرست نيم بتاع الموظف الاولاني والفيرست نيم بتاع الموظف الثاني والفيرست نيم بتاع الموظف الثالث، وادي اللاست نيم واللاست نيم واللاست نيم. شايف انت الشكل ده كده؟ دي الجيسون داتا اللي جات لك. طب لو السيرفر رد عليك باكس ام ال، هيرد عليك باكس ام ال بالمنظر ده. المنظر ده بيفكرك بايه؟ بيفكرنا بشكل اكس ام ال اللي احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت بتاعه الاي اف سي، برده كان اكس ام ال. فالاكس ام ال برده هي طريق تقدر انك انت تستخدمها عشان خاطر تنقل بيها الداتا، سواء بين السوفت ويرز وبعضها، او سواء بين الويب سايت واللي هي الكلاينت ابلكيشن وبين الباك اند ابلكيشن، فتقدر برضو تستخدم فيه الاكس ام ال. بس في الويب ابلكيشن بتستخدم اكتر الجيسون عشان هي اسهل وكمان سهله جدا بالنسبه للجافا سكريبت. الجافا سكريبت بتتعامل مع الجيسون بشكل كويس جدا، احسن من الاكس ام ال بكتير، وبالتالي هي اللي بتكون مصنعه بشكل اساسي. هتلاقي انت بقى فورج معتمد على الجيسون بشكل كبير، هنشوف ان شاء الله في الدوكيومنتيشن الكلام ده، هتلاقي ان فورج معتمد على فكره الجيسون ديت بشكل كبير. فانت لو شفت حاجه بالمنظر ده ايه الكلام ده بالنسبه لك؟ خلاص، لكن هو موضوع سهل جدا. هي الفكره كلها هو عباره عن اي بي اي رجع داتا، الداتا دي في شكل ايه؟ الداتا دي في شكل جيسون فايل. انت بقى بتاخد الداتا ديت عندك في الابلكيشن بتاعك وتبدا والله اكستراكت منها. احنا قلنا الفكره كلها في الداتا ان هي بتعمل يعني داتا ترانسفير، هاكستراكت الفيرست نيم واللاست نيم بتاع كل امبلوي وابدا اعرضهم لك بعد كده في الفرونت اند. ده كده الجيسون وده كده الاكس ام ال. طيب الجيسون والاكس ام ال يعني الاثنين عشان خاطر نريسيف داتا من الويب سيرفر. طيب انا لو بشتغل هل اقدر انا اتحكم في الموضوع ده؟ تقدر، بس يعني خلينا اقول لك الفروقات بين الجيسون والاكس ام ال، ولكن في الاخر في التعامل مع الويب ابلكيشنز بشكل كبير هتتعامل مع في الفتره الحاليه هيتعامل مع الجيسون بشكل كبير جدا. طيب الجيسون الفكره كلها بتبقى موجوده في شكل هيراركي. يعني ايه هيراركي؟ يعني فاليوز جواها فاليوز. يعني ايه؟ يعني نرجع معايا كده، بص كده انا والله عندي ادي الامبلوي دي فاليو جواها فاليو ثانيه اسمها فيرست نيم، او انا كنت ممكن اعمل نيم واقول النيم ده جواه فيرست ولاست، فبالتالي هي تعال مبدا الهيراركي. طب امبلويز، لو انت مسكت الامبلويز ديت تقدر تخش تجيب الفيرست نيم بتاع اول موظف والفيرست نيم بتاع ثاني موظف والفيرست نيم بتاع ثالث موظف، فهي معتمد على فكره الهيراركيز ان انت هنا بيقول او بنقول ان انت عندك فاليوز جوه فاليوز ثانيه. طيب الاثنين تقدر ان انت تستخدمهم مع اي لغه برمجه، تعمل لهم بارسنج باي لغه من لغات البرمجه، سواء السي شارب تتعامل مع الجيسون، سواء السي شارب تتعامل مع الاكس ام ال برضه. ده الاثنين دول تبدا انك انت تتعامل معاهم باستخدام لغات برمجه كتيره جدا يعني. الاثنين في حاجه في الجافا سكريبت اسمها اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست، فتقدر ان انت تفتش الداتا. يعني ايه تفتش؟ يعني ايه تفتش الداتا؟ يعني تقدر ان انت تجيب الداتا وتعمل لها كونسيومنج باستخدام اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست. طيب لكن في منهم شويه اختلافات، ان الجيسون ما فيهاش اند تاجز. يعني ايه اند تاجز؟ تعال نرجع كده ونشوف. هنا في الاكس ام ال بص انت عامل اوبننج تاج اسمه امبلويز،
وكلوزنج تاج اسمه امبلويز. هنا الجيسون ما فيش فيها الكلام ده، هو عباره عن اوبجكت بيجي لك وخلاص. فنفس يعني فنفس الفكره هنا، ان بنقول ان الجيسون ما بتستخدمش الاند تاجز اللي بتستخدمها الاكس ام ال. جيسون شورتر اقصر كتير من الاكس ام ال. كمان الجيسون سهله جدا ان انت تقراها، وسهله جدا ان انت تراي جيسون وتكتب جيسون. عشان كده بنقول ان في الفتره الحاليه كل الويب ابلكيشنز بترد او الريسبونس بتاعها بيكون من خلال الجيسون. الجيسون بتستخدم فكره الاريز، ودي حاجه مهمه جدا خصوصا مع لغات البرمجه زي جافا سكريبت اللي هي بتقدر تتعامل مع جيسون زي ما قلنا بشكل كبير جدا. طب انا استخدم ايه؟ يعني بمنتهى البساطه الافضل اللي تستخدمه اللي هو فكره الجيسون زي ما قلنا. ليه؟ عشان خاطر الجيسون ده التعامل معاه بيكون مع الجافا سكريبت سهل جدا، و يعني بمنتهى البساطه الجافا سكريبت بتعرف تتعامل معاه بشكل افضل من الاكس ام ال، هو في الاخر عباره عن اوبجكت انت بتعمل له كونسيومينج. طيب هل انا بفضل الجيسون عشان جافا سكريبت؟ الاجابه ايوه. الجافا سكريبت دلوقتي هي زي ما بتقال كده بيسموها لغه الويب، هي واحده من اكتر لغات البرمجه اللي بتستخدم في المجال بتاع الويب. الحقيقه ان جافا سكريبت اتطورت الفتره الاخيره بشكل كبير جدا جدا جدا، وتقدر انت من خلال جافا سكريبت تبني كمان سيرفر سايد ابلكيشنز. يعني مش بس تستخدم الجافا سكريبت في الفرونت اند، لا انت ممكن تعمل كمان باك اند ابلكيشن زي اللي انت بتعمله بالسي شارب تعمله كمان بالجافا سكريبت. ده غير كمان ان جافا سكريبت بتستخدم في الكروس بلاتفورم موبايل ابلكيشنز، يعني تقدر باستخدام الجافا سكريبت تعمل موبايل ابلكيشن. ويعني ايه كروس بلاتفورم؟ كروس بلاتفورم يعني بيشتغل على ابل، بيشتغل على ويندوز، بيشتغل على اندرويد، بيشتغل على اي حاجه من الحاجات دي. فجافا سكريبت لغه برمجه قويه جدا ولغه برمجه باورفول جدا. عشان كده انا بنصح اي حد ناوي يتجه للمجال بتاع الويب ان هو يكون قوي جدا في الجافا سكريبت. الجافا سكريبت لغه برمجه واحده تقدر تعمل بيها فرونت اند ابلكيشن، تقدر تعمل بيها باك اند ابلكيشن، تقدر تعمل بيها كروس بلاتفورم موبايل ابلكيشن. وده من يعني من الحاجات اللي فرص العمل بتاعها متاحه بشكل كبير جدا، حتى لو انت بتتعلم حاجه زي كده عشان خاطر يعني تشتغل از فريلانسر او تاخد بروجكت كفريلانسر، فهتلاقي المشاريع بتاعت الموبايل منتشره وموجوده بشكل كبير جدا. والجافا سكريبت حاليا يعني من الحاجات اللي الشركات بتطلبها، لان الفكره كلها انت بتكتب الابلكيشن بتاعك مره واحده بلغه برمجه واحده اللي هي جافا سكريبت، وبعدين بتروح الابلكيشن بيشتغل على اندرويد وبيشتغل على اي او اس. بدل ما تجيب تيم للاندرويد وبدل ما تجيب تيم للاي او اس وده يكتب الابلكيشن وده يكتب الابلكيشن تاني ويكون عندك تو تيم بيعملوا سبورت، لا هي لغه برمجه واحده وبتشتغل على التو بلاتفورمز. طبعا الموضوع فيه تفاصيل تانية كتير، ولكن الجافا سكريبت فعلا لغه باورفول جدا 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 جدا، وانا بنصح اي حد ناوي يخش مجال ويب يهتم جدا بالجافا سكريبت. انت ممكن بس بالجافا سكريبت تشتغل فول ستاك فرونت اند وباك اند. عشان كده بنقول ان الجافا سكريبت تتعامل مع جيسون بشكل افضل، فعشان كده هي اكتر حاجه بتكون مفضله في النقل وفي الترانسفير بتاع الداتا. فانت بشكل اساسي لازم يعني تبص كده على الجيسون، تبص على شكل الداتا الموجوده في الجيسون. هنبدا دلوقتي بقى نتكلم عن اوتوديسك فورج، ولكن انا حابب بس يعني اقف دقيقه كده وابدا اشوف الاسئله بتاعه الناس. لو حد عنده سؤال في الجزء اللي فات او حد عنده حاجه مش واضحه، وبعدين نبدا نكمل في اوتوديسك فورج ان شاء الله، يعني عشان بس يبقى الموضوع فيه تو واي كوميونيكيشن كده. السلام عليكم، اي حد عنده اي سؤال يعني بس راس هند. باشمهندس كريم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كان سؤال بس في حكايه الكروس بلاتفورم. انا مش سامعك كويس. طيب كده كويس؟ اتفضل. بخصوص الابلكيشنز اللي بتتعمل بتكنولوجي الكروس بلاتفورم، هل بيكون الاداء نفس الاداء ان هو لو اتعمل ان هو كاندرويد بس او ابل بس، ولا يعني الاثنين اداءهم لا 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 النيتف احسن كتير وبرفورمانس بتاعه اقوى كتير. بس هو الفكره النهارده الموبايل ابلكيشن او الموبايل نفسها الاجهزه بتاعه الموبايل نفسها اتطورت بشكل كبير، ففرق البرفورمانس انت مش هتلاحظه الا لما يكون الابلكيشن ضخم جدا ومعقد. وكمان معظم اللوجيك بيتم في الباك اند مش بيتم على الموبايل عندك، يعني معظم اللوجيك والبروسيسنج العالي بيتم في الباك اند. انت بالنسبه لك الموبايل هو جاست حاجه فور فيوينج، زي جوجل كروم كده بتعمل عليه فيوينج. فالفرق في البرفورمانس انت مش هتلاحظه بشكل كبير قوي، يعني حتى لو بتبص على الماركت النهارده معظم الطلب اكتر على الرياكت نيتف وعلى الكروس بلاتفورم بشكل كبير. لكن ده مش معناه ان النيتف مش كويس، لا، بس الفكره انت في معظم الابلكيشنز اللي بتستخدمها او معظم الابلكيشنز اللي معظم الشركات عايزاها مش محتاجه انها تبقى نيتف يعني. فعشان كده كروس بلاتفورم هي ليها مجال. كده انا فهمت او لا، ببساطه شديده ان هو لو ويب ابلكيشن مرتبط بالاندرويد مثلا ابلكيشن، فالكروس بلاتفورم هيكون مؤدي للغرض.
لكن لو هو الويب ملوش دعوه بالموبايل، يعني الويب ملوش دعوه بالموبايل، يعني الويب مش دعوه بالموبايل، الويب ابلكيشن ده ويب والموبايل ابلكيشن ده ابلكيشن تاني، لكن الاثنين سواء الويب او الموبايل ممكن يكلموا نفس السيرفر عادي. انا اقصد ان لو الكالكوليشنز او الابلكيشن عامه معتمد ان في سيرفر بيعمل هو الكالكوليشنز، فالكروس بلاتفورم هيأدي بالغرض. لكن لو انا معتمد ان الموبايل نفسه، انا هعتمد ان لا هو بيعمل الكالكوليشن. والرياكت نيتف يعني لو بكلمك انا على الرياكت نيتف لان انا عارفها، لا هتبقى كويسه جدا وهتاخد منها البرفورمانس اللي انت عايزه، تمام. مش محتاج اكتر من كده، الا بقى لما يبقى الابلكيشن ضخم قوي يعني، ودي حاجات بتبقى الليفل بتاعها عالي. الرياكت نيتف يكفي اقول لك انها يعني فيسبوك مثلا بتستخدمها في تطبيقات كتير، تلاقي فيسبوك نفسه بيستخدمها، هتلاقي بتستخدم في انستجرام، بتستخدم في ابلكيشنز اصلا تقيله، فانت مش محتاج اكتر من كده. عشان كده انا بكلمك كماركت كسوق، معظم الطلبات النهارده رايحه ناحيه فكره الكروس بلاتفورم والتقنيات بتاعتها، اشهرها بقى الجافا سكريبت بقى زي ما احنا بنتكلم، اللي هي بتستخدم بشكل اساسي. تمام جدا، شكرا جزيلا، تمام كده؟ شكرا، تمام جدا. ماشي، حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا باشمهندس، تمام. طيب احنا السكشن الاولاني دوت انا بحاول قدر الامكان ما يبقاش الموضوع فيه يعني تطويل بشكل كبير، بس يعني انا زي عايز اغطي اكبر قدر من المعلومات. السكشن الاولاني ده احنا ناقشنا فيه بس كده شويه برنسبلز عشان خاطر لما نيجي نتعامل مع الفورج نبقى فاهمين احنا بنقول ايه، او نبقى فاهمين المصطلحات. طيب فورج ده عباره عن ايه؟ فورج بمنتهى البساطه هو عباره عن بلاتفورم بيوفر لك مجموعه من الاي بي ايز. يعني ايه اي بي اي؟ ما احنا لسه قايلين في السلايدز اللي فاتت، الاي بي ايز بمنتهى البساطه ان انا بروح اكلم سيرفر معين، السيرفر اللي انا بروح اكلمه ده بيرد عليا بريسبونس، بيرد عليا بداتا، بكلم من خلال ايه؟ من خلال اي بي اي. فبالتالي والله اوتوديسك بتقول لك انا هديك مجموعه من الاي بي ايز تستخدمها لو انت عايز تعمل حاجه معينه والسيرفرات بتاعتي ترد عليك. زي ايه؟ زي الريفت. هو انت النهارده لما بتروح تتعامل مع الريفت اي بي اي مثلا باعتباره واحد من اشهر البرامج اللي عليها بلجنز وكستمايزيشن، الاي بي اي بيعمل ايه؟ الاي بي اي فكرته كلها ان هو بيروح يكلم الابلكيشن نفسه، بيكلم الكود بتاع الابلكيشن نفسه. هو نفس الكلام اللي بيحصل في الفورج. فالفورج طبعا الناس اللي ممكن في الاول تحس ان ديسك فورج ده حاجه صعبه جدا، والله ديسك فورج ده اسهل من الريفت اي بي اي، وانا دايما بقول كده هو سهل جدا، بس الفكره ان هو ليه بري ريكويزيت شويه اصعب من الريفت. الريفت انت سي شارب وخلاص، يعني مش محتاج اكتر من كده، سي شارب ويندوز فورم دبليو بي اف وخلاص، خلص الموضوع على كده. الفورج فكرته كلها ان هو بيستخدم علشان خاطر تاخده جوه ويب ابلكيشن اصلا، فالبري ريكويزيت بتاعته، لكن هو سهل جدا. هو في الاخر ما هو الا عباره عن مجموعه من الاي بي اي والسيرفيس انت بتستخدمها بتساعدك انك انت توصل للداتا بتاعتك، وزي ما هنشوف مجموعه السيرفيس المختلفه اللي احنا ممكن نعملها باستخدام اوتوديسك فورج. طيب فورج بيعمل ايه؟ فورج بيدي لك ديفرنت تايبس اوف سيرفيس. طب ايه السيرفيس اللي بيديها لك؟ اول حاجه فورج بيديك حاجه اسمها اوتوديسك فورج فيور. اوتوديسك فورج فيور ده يعتبر يعني كده من واحد من اشهر الكومبوننتس الموجوده في فورج. دلوقتي هنفتح الدوكيومنتيشن ونشوفه يعني، بس ده يعتبر واحد من اشهر الكومبوننتس الموجوده في اوتوديسك فورج، اللي تقريبا انا بتكلم عن تجربتي انا الشخصيه بنستخدمها. ليه؟ بتيجي مثلا شركه تقول لك والله انا عايز اعمل ويب ابلكيشن، بس الويب ابلكيشن ده احنا محتاجين فيه فيور. يعني ايه محتاجين فيه فيور؟ يعني محتاجين فيه حاجه نعرض عليها 3 دي موديل بتاعنا. طيب انا بعمل ويب ابلكيشن وبنظبط كل حاجه، طب الفيور هنعمل ايه؟ الفيور يبقى انت محتاج جرافيكس، ومحتاج تعمل بقى كاستم سوليوشن كده عشان تعرض له 3 دي موديل بتاعه. طيب انا بدل ما اعمل ده بعمل ايه؟ بروح والله لفورج. بس دايما ده مش احسن حل، لان فورج بفلوس، هو الراجل برده مش عايز حاجه يقعد يدفع عليها لايسنس كل شويه، او يدفع بالشهر، او يدفع باي طريقه تانية. يعني فورج عنده طريقه كده مختلفه في الحساب بتاعه، ان هو بيقول لك انا بديك كريدتس، اشتري كريدتس. يعني ايه اشتري كريدتس؟ يعني والله يقول لك ال $100 دول ب 100 كريدت. حلو، انا دلوقتي بقى معايا 100 كريدت، انا كشخص اشتريت من فورج 100 كريدت. يقول لك مثلا لو انت عايز اعمل لك حاجه معينه، يعني هشرحها لكم كمان شويه، بس مثلا بحاسبك بالريكوست. يعني انت مثلا لو انت معاك فاير ريفت وعايز تاخد فاير ريفت ده وتعرضه في الفيور، والله هخصم منك والله 1.5 بوينت. طب لو في فايل بتستخدم معاه ديزاين اوتوميشن اي بي اي، والله هخصم منك 2 كريدت. فهو بيحاسبك على كل حاجه بتعملها. فبالتالي لو انت شركه وعندك مودلز كتير والمودلز دي فيها ابديتس، يعني ابديت بشكل كبير جدا، فورج بالنسبه لك هيبقى مكلف، مش احسن حل. لكن لو انت عندك الموديلنج او الفيور اللي انت محتاج تستخدمه يعني مجرد حاجه فور فيوينج، او انت تعمل فيو اللي وبتمبيد الكلام ده جوه ابلكيشن معين، فبالتالي فيور هيكون حل مناسب ليك، ومش محتاج انك انت تطور كاستم سوليوشن او انك انت تروح تدور على حل عشان خاطر تعرض ال 3 دي موديل بتاعك. بس دي برضو مش يعني دي مش الميزه الوحيده بصراحه.
يعني اوتوديسك بالنسبه لمنتجات اوتوديسك مثلا، الفورج ده او الفيور بتاع الفورج غالبا بيكون افضل حل. ليه؟ لان لو انا عايز اعمل فيور في الابلكيشن بتاعي، يعني 3 دي فيور، بعمل 3 دي فيوينج لموديلنج، لو من غير فورج انا مرتبط بحاجات معينه، يعني مثلا يا اما انا محتاج الجيومتريكال داتا ديت هطلعها في اي اف سي، فبالتالي وقتها هبدا ان انا بقى اشتغل على الاي اف سي واخد الداتا منه واشتغل على النقطه ديت، او ان انا اطلع الداتا بشكل زي جي ال تي اف او شكل او بي جي. الكلام ده ممكن يعني يكون يحتاج بيه شويه الناس بتوع عماره وكده، بس يعني ان انت محتاج تطلع او بي جي او محتاج تطلع جي ال تي اف، وبرضه ما بتبقاش بالقوه قوي اللي بتاعت الفيور بتاع فورج. ففورج عاملين بقى حاجه حلوه جدا في الفيور، اللي بيقول لك ريفيت، يعني لو انت معاك الفايل بتاعك ار في تي انا اعمل له موديلنج، لو انت معاك الفايل بتاعك مش عارف اوتوكاد اعمل له موديلنج، لو يعني اي امتداد من الامتدادات اللي اوتوديسك بتتعامل معاها بمنتهى البساطه فورج بيعرف يتعامل معاها. طب هل انت كديفلوبر تعرف تتعامل معاها؟ الاجابه لا. ليه؟ لان فايل ار في تي زي ما انت زي ما كنا عارفين يعني ما تقدرش تفتحه، ما تقدرش تشوف شكل الداتا جواه عامله ازاي، لكن تقدر من خلال فورج انك انت تتعامل مع الار في تي على طول. لكن لو مش بستخدم الفورج فيور، لا والله وقتها لازم بقى اروح اي اف سي او جي ال تي اف وابدا الف حوالين نفسي عشان اخد فورمات ينفع ان هو يتعرض على الويب. فده اول خدمه من خدمات اوف ديسك، حاجه اسمها اوف ديسك فورج فيور، ده اللي يعني اللي هنبص على الدوكيومنتيشن بتاعته النهارده. تاني حاجه اسمها اوديسك فورج فيور بنت اوديسك فورج بنت توستين اي بي اي، نفس الكلام بالظبط، هو اي بي اي اوديسك عاملاه بتساعدك انك انت تتعامل مع البنت 360 وان انت يعني تكستمايز عليه او تانهانس منه بشكل كبير، برضه تقدر تعمل ده باستخدام البنت 360 اي بي اي. ولكن يعني من تجربتي زي ما بقول لك الموضوع لسه جديد، اكتر الحاجات اللي بتطلب هو البارت الاولاني ده، بتعمل ابلكيشن عايز تحط فيور جوه الابلكيشن بتعرض فيه 3 دي موديل، فبيبقى اول اوبشن بتاعك او اول الحلول اللي هو اوديسك فورج فيور. في حاجه ثانيه اسمها اوديسك فورج داتا مانجمنت اي بي اي، برضه ده جزء خاص بالتعامل مع بنت 360. في حاجه ثانيه مهمه جدا اسمها اوديسك فورج فيور اوديسك فورج موديل دريفاتيف اي بي اي. الموديل دريفاتيف اي بي اي الكلام ده كله احنا هنشوف في الدوكيومنتيشن، نفتحه مع بعض وهنشوفه، انا بس بديك عنه اوفر فيو كده. الموديل دريفاتيف اي بي اي الفكره كلها، الويب لما بيجي يتعامل مع حاجه يعمل لها فيوينج هو بيتعامل من خلال تقنيه اسمها الويب جي ال او ويب جرافيكس لايبراري، وبالتالي هو ليه حاجات معينه وحاجات ستاندرد بس يقدر يتعامل معاها. يعني مثلا البراوزر اللي اسمه جوجل كروم ده، هو بالنسبه له فايل ار في تي ده ولا حاجه، هو بالنسبه له فايل مجهول ما يعرفش يتعامل معاه. طب ما انا عايز اعمل 3 دي موديل، يعني انا عايز اخد 3 دي موديل اللي جوه فايل ار في تي ده اعرضه على جوجل كروم. جوجل كروم بيفهم ايه او اي براوزر بيفهم حاجه اسمها ويب جي ال، ويب جرافيكس لايبراري، لان الويب جي ال دي هي اللي بتبدا تتكلم مع كارت الشاشه بتاع الجهاز بتاعك عشان تعرض لك 3 دي موديل. طيب فبالتالي هنا بقى في مشكله، فايل ار في تي بتاعك او اي فايل انت مخرجه من اي برنامج ما ينفعش يتعرض على الويب دايركتلي. طب امال ايه اللي ينفع؟ لا اصل الويب ده عشان تعرض عليه 3 دي موديل فوالله في فورماتس معينه احنا ملتزمين بيها زي الاو بي جي زي الجي ال تي اف زي حاجه اسمها اس في اف، ودي اللي اوديسك بتشتغل بيها بشكل كبير اللي هي حاجه اسمها سكيلابل فيكتور فورمات. طيب يعني معنى كده ان انا هاخد فايل ار في تي ده واحوله لفورمات تاني، اخد الفورمات ده اعرضه على البراوزر. طب اعرف اعمل الكلام ده منين؟ اعرف اعمل الكلام ده من خلال الموديل دريفيتيف اي بي اي. من خلال الموديل دريفيتيف اي بي اي تقدر انك انت تاخد فورمات معين وتحوله لفورمات البراوزر بتاعك يفهمه، ووقتها ده تبدا تعرضه على الفيور. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ ريكوست وريسبونس اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه. الفكره كلها انت هتعمل ريكوست، انا يعني هوريك الكلام ده تعمله ازاي من خلال الدوكيومنتيشن، ولكن انا بديك مثال عام دلوقتي. هتعمل ريكوست والله هتاخد فايل ار في تي ده تقوم رايح بعته للسيرفرات بتاعه اوديسك، تقول لهم لو سمحتوا خدوا الفايل ده حوله لي لفايل ينفع اعرضه على الويب. فبالتالي هم هتبعت الفايل، هتعمل ابلود للفايل، الفايل ده هيحصل له ترانسبايليشن او هيحصل له دريفاتيف، هيتحول لنوع فايل تاني الويب بتاعك يقدر يفهمه عشان خاطر تقدر تعرضه از 3 دي موديل. فده باستخدام الموديل دريفاتيف اي بي اي. فحتى الناس اللي بتتعامل مع بنت 360 ومع الفيور بتاعه مع القصه دي كلها، هو بيتعامل مع فكره الموديل دريفاتيف ده، بس هو مش واخد باله، لان هو انت لما بتابلود فايل ريفيت هو الويب براوزر هو ما يعرفش يعني ريفيت، ولكن الفايل اللي اسمه ريفيت ده هو اتحول لنوع تاني البراوزر يفهمه عشان خاطر يقدر يعمل له 3 دي موديلنج. في حاجه تانيه اسمها ديزاين اوتوميشن، وده برضو واحده من الاي بي ايز القويه جدا اللي بتستخدم ان انت لو انت عايز تاكسكيوت بلجن معينه او عايز تنفذ بلجن معينه من خلال الويب او من خلال الفورج، تقدر انك انت تنفذ حاجه على الريفت من خلال الديسك فورج ومن خلال ديزاين اوتوميشن، تقدر انك انت تنفذ حاجه على الريفت او تنفذ حاجه على فايل
ار في تي تقدر تعمل ده برضو من خلال الديزاين اوتوميشن اي بي اي. طيب انا دلوقتي عايز يعني ممكن ناخد البرزنتيشن دي كده او ناخد السلايد دي وبعدين نبدا نخش على الدوكيومنتيشن. هو ديسك فورج انت بتكونكت عليه ازاي؟ قلنا اول حاجه زي ما بتعامل مع اي سيرفر في الدنيا انك انت بتعمل حاجه اسمها الاوثنتيكيشن. يعني ايه اوثنتيكيشن؟ ان انت بتروح الاول تاوثنتيكيت نفسك، انا ينفع يعني اكلم السيرفرات بتاعه فورج دي ولا لا؟ فدي فيرست ستيب، اول ستيب هي الاوثنتيكيشن. لما بتعمل انت الريكوست ده زي ما قلنا في ريسبونس بيجي لك. فورج معتمد على حاجه اسمها التوكن. يعني ايه التوكن؟ هو بيرجع لك سترينج كده متشفره بشكل غريب، يعني التوكن ده انت بتخليه معاك مع كل ريكوست جديد انت بتعمله. هو بيروح يشوف التوكن يقول لك اه انت معاك التوكن ده، فمعنى كده ان انت اوثنتيكيتد، فتفضل روح كمل الريكوست بتاعك وروح كمل بقيه تنفيذ الريكوست بتاعك. والله التوكن ده مش معاك او انا ما ردش عليك بالتوكن ده، فبالتالي الريكوست بتاعك هيحصل له ريفيوزنج ومش تقدر انك انت تكمل في الابلكيشن. فاول خطوه هي مرحله الاوثنتيكيشن. بعد ما ديسك فورج بيعمل الاوثنتيكيشن دوت بيبدا انك انت تتعامل معاه. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ يعني انا النهارده لو عايز اتعامل مع ديسك فورج اتكلم معاه ازاي؟ في طريقتين لو انت مش هتشتغل مش هتعمل باك اند ابلكيشن، لان اللي يقدر يتكلم مثلا دايركتلي مثلا مع الفورج باك اند، يعني مثلا ابلكيشن بالسي شارب او البي اتش بي هو اللي يقدر يتكلم دايركتلي اللي هو ينفذ ريكوست معين. طب لو انا هعمل الابلكيشن بتاعي ده مش هعمل له باك اند، انا مجرد هعمل فرونت اند، وده ديمو ان شاء الله انا هعمله لكم في اول سيشن اللي جايه، هاخد له كده ديمو بالتفاصيل. بس انا في السيشن ديت انا عايز الناس تبدا تطور في الموضوع، عايز الناس تبدا تبحث في القصه دي، تحاول تقرا عنها قدر الامكان، بحيث لما نيجي نعمل الديمو ونعمل الخطوات تبقى الناس برضو في لينك، ما يبقاش مجرد كلام ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فانا هعمل لكم الخطوات دي ان شاء الله. في عندك حاجتين، حاجه اسمها كيرل، وكيرل دي لغه كده بتساعدك في انك انت تعمل ريكوستات. يعني ايه تعمل ريكوستات؟ يعني والله انا عايز اقول لفورج لو سمحت خد الفايل اللي اسمه كذا بتاع الار في تي، خد اعمل له ديريفاتيف ورجع لي الفايل اللي انا هاخده اعرضه عندي. فبقى هعمل ده ازاي؟ هكلم ده ازاي؟ لو انت عامل ابلكيشن فرونت اند وباك اند وكده تقدر تعمل ده من خلال الباك اند، او لو انت مجرد هتعمل فور فيوينج كده وحاجه بنجرب عليها فتقدر تعمل ده من خلال حاجه اسمها الكيرل. الكيرل دي لغه كده شبه الباورشيل يعني، او زي هي سكريبتنج لانجوج زي الباورشيل كده لو حد يعرف الباورشيل. حاجه تانية مشهوره جدا او اداه مشهوره جدا ودي اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله في الديمو بتاعنا، حاجه اسمها البوست مان. البوست مان اداه بتستخدم حاجه كده بتستخدم فور اي بي اي تيستينج اصلا. الفكره كلها ان انت من خلال البوست مان دي بتقدر تعمل ريكوست وتقدر تاخد ريسبونس، بس دي الفكره كلها. وهو ده فورج، ريكوست وريسبونس، بتعمل ريكوست على حاجه بتطلب حاجه معينه وفي الاخر بتستقبل الريسبونس ده وتبدا انك انت تتعامل بيه. طيب تعالى نبدا نشوف القصه دي. انا قلت ان الموضوع ده فيه توكن، والتوكن دي بتستخدم عشان خاطر تبدا انك انت تعمل ريكوستات تانية. تعالى بقى كده نبدا نفتح فورج. انا دلوقتي هبدا افتح معاك اوتوديسك فورج، بس الاول تعالى ننقل الشاشه. كده الفورج واضحه؟ اه تمام واضحه. تمام، اول حاجه ده الويب سايت بتاع فورج. الويب سايت ده منظم جدا، فيه كم كبير جدا من الدوكيومنتيشن، ويمكن نقطة أساسية احنا اتكلمنا عليها وقلنا إن المجال ده بشكل عام الدوكيومنتيشن فيه هي رقم واحد، يعني مصادر مصادر مصادر، مش هتلاقي مصادر، أو مش هتلاقي، هتلاقي المصادر الموجودة قليلة جدا، وهي موجودة إنتاج خبرات شخص. يعني مثلا النهاردة لما بنيجي نشتغل أو أنا بتكلم شخصيا، لما بتيجي تتكلم في تريننج عن الفورج، هو مفيش في تريننج أصلا في الفورج بشكل كبير، ولكن لما حد بيجي يسألني سؤال بجاوبه بناء على تجربتي أنا الشخصية في التعامل مع أوتوديسك فورج. فالمجال ده بشكل عام سواء بقى فورج سواء ريفيت سواء أي حاجة علاقة بالاي بي اي، فأنت الدوكيومنتيشن بتاعتك هي المصدر الأساسي والمصدر الرئيسي. فأنت ما تحاولش تلف حوالين الموضوع ده كتير، يعني ما تحاولش تشوف مثلا التوتريال كويسه والتوتريال ممكن تكون موجوده كويسه وهتفيدك، ولكن الاساس والاصل هي الدوكيومنتيشن. طب هو انت هتذاكر الدوكيومنتيشن؟ الاجابه لا، انت مش هتذاكر الدوكيومنتيشن. امال انت بتعمل ايه؟ انت بتشوف الدوكيومنتيشن، بتبدا تتعلم ازاي تتعامل مع الدوكيومنتيشن، وبعدين الحاجه اللي انت عايزها والحاجه اللي انت بتدور عليها ابدا خش دور عليها بقى. لكن انت مش بتذاكر الدوكيومنتيشن كلها، لكن كل ما كان متاح عندك وقت انك انت تقرا فيها اكتر بيبقى الموضوع مفيد بشكل كبير. اول ما تخش على الفورج كده، هو بص اول حاجه بيقول لك ايه؟ كلاود بيست ديفلوبر تول، يعني هو عامل التولز دي بيكلم بيها الديفلوبر.
يعني ايه بيكلم بقى ديفلوبر؟ يعني هو بيقول لك انت هتبدا تستخدم التولز دي او هتستخدم ديسك فورج ده لو انت راجل ديفلوبر وعايز تستخدم الاي بي ايز بتاعتنا. طيب اول حاجه طبعا هو هنا بيبدا يعرفك الفورج، وفي فيديو كده ممكن بعد شويه تخش تتفرجوا عليه. بس بص قال لك اكسبلور فورج اي بي ايز اند سيرفيس. يبقى الفورج ده عباره عن ايه في الاخر؟ هو عباره عن اي بي اي، واحنا وضحنا في السيشن دي ايه هو المقصود بالاي بي اي وايه القصه بتاعتها، ويعني ايه ريكويست، ويعني ايه ريسبونس، ويعني ايه الداتا تجي لك في شكل جيسون او تجي لك في شكل اكس ام ال. في الاخر هو ده المقصود بالاي بي اي. لو جينا كده عملنا فيوينج لكل الاي بي ايز وكل السيرفيسز الموجوده او اللي فورج بتقدمها، هتلاقي الاوثنتيكيشن واضح من اسمه كده ان ده الموديول الخاص ان انت بتتعامل بيه اوثنتيكيت مع اوتسك فورج. هتلاقي موديول خاص بالديم 360، تمام؟ هتلاقي موديول خاص بالداتا مانجمنت. كل دي عباره عن ايه؟ كل دي عباره عن اي بي ايز، كل دي عباره عن اي بي ايز انت بتبدا تتعامل معاها. طبعا الموضوع ده ممكن لو انت بنتكلم في ناس ما عندهاش باك جراوند ممكن تشوف الموضوع صعب، بس انا بقول الموضوع سهل بس ليه بري ريكويزيت. طيب دي كده مجموعه الاي بي ايز. طبعا الرياليتي كابتشر تقدر تعمل بيها شغل كويس من خلال الديسك فورج، الفيور ده من الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، والموديل دريفيتيف. انا اول حاجه عايز اخش عليها مثلا دلوقتي الموديل دريفيتيف. انا اول ما بدات في التعامل مع فورج كان هو ده المصدر الرئيسي للشغل بتاعي، يعني او هو ده المصدر الرئيسي للمعلومات. الموضوع مفيش فيه حاجه غير كده، وانت مش محتاج حاجات اكتر من كده يعني. فلو بصينا كده على الموديل دريفيتيف، لو بصيت كده تعالى نفتح الموديل دريفيتيف ونشوف ايه الدنيا. ادي الموديل دريفيتيف. الويب سايت ده منظم جدا، فهو مديك هنا الديفلوبرز جايد، مديك حاجه اسمها ستيب باي ستيب، ومديك حاجه اسمها اي بي اي ريفرنس. زي ما قلت لك ان شاء الله ممكن في اول السيشن الجايه اللي احنا بنعملها مع بيم ارابيا هبدا امشي انا معاك بالخطوات، بس انا عايزك كده تخش الاول تجرب انت مع نفسك وتشوف الدنيا وتشوف الوضع وتسال. كده كده انا موجود معاكم على الجروب، لو حد ما عنده اي سؤال اسال، لان السيرش والبحث هو اللي يطلع عندك اسئله كتير وهو اللي هيخليك تتعلم. فانا ان شاء الله هعمل لكم الخطوات دي، بس انا بمشي معاك كده دلوقتي واحده واحده. فانا هنا بخش في حاجه اسمها الديفلوبرز جايد. الديفلوبرز جايد اول حاجه انت بتفتحها هو كده يبدا يتكلم معاك عن الموضوع. الموديل دريفيتيف اي بي اي زي ما انا قلت لك وشرحت لك، هو بص بيخليك انك انت تريبريزنت وتشير الديزاين ده بتاعتك ان ديفرنت فورمات. يعني انت مالكش دعوه البراوزر هيتعامل ازاي، مش مشكلتك، انت اديني الفورمات بس. فهنا بيقول لك ان انا عنده امكانيات ان هو يحول اكتر من 60 نوع. يعني الموديل ديريفاتيف اي بي اي ده بيسبورت اكتر من يعني من 60 نوع من انواع الفايلات. طيب الموديل ديريفاتيف اي بي اي الفكره بتاعته ادي السورس فايل اهو اللي انت بترفعه، كان ريفيت كان كات كان اي نوع من انواع الفايلات. باستخدام الموديل ديريفاتيف اي بي اي بيبدا ان هو يتعامل بقى، بيطلع منه بيعمل فايل ترانسليشن زي او بي جي مثلا عشان يعمله فور فيوينج، بيطلع منه الثامب نيلز، بيطلع منه الجيومتري اكستراكشن، بيطلع منه الداتا كمان اللي هو عايزها. فبالتالي الموديل دريفيتيف دي اول اي بي اي انت هتتعامل معاها قبل ما تتعامل مع الفيور. ليه؟ لان هي دي اللي من خلالها هتبدا انك انت تحول الفايلز بتاعتك من الشكل الريفيت او شكل ار في تي او اي شكل تاني للفايلات الويب بيفهمها. طب هي بتتكلم بشكل عام على حاجه اسمها اس في اف. بص هنا بيقول لك ايه؟ translate design into SVF format. ال SVF ده حاجه اسمها scalable vector format، دي بتستخدم عشان خاطر تعمل rendering جوه الفورج فيور. يعني اي حد يتعامل مع البيم 360 وشاف الفيور بتاعه هو في الاخر بيحولها ل SVF او بيحولها ل scalable vector format. طب هنا بتلاقي كل حاجه انت محتاجها عشان خاطر تبدا تشتغل. بس زي ما بقول لك قبل ما تخش في الدوكيومنتيشنز ديت وقبل ما تبدا تتعامل معاها، واضح الموضوع واضح ومنظم بشكل كبير جدا، لازم انك انت تكون عندك الفاندمنتز الاساسيه في المجال بتاع الويب. طيب لو انا كده بصيت على الخطوات، هو هنا بيدي لك ستيب باي ستيب توتوريال، بيقول لك من خلال الستيب باي ستيب دي تقدر انك انت تحول الفايلات بتاعتك من فورمات معين لفورمات تاني. طب ليه؟ قال لك بص عشان تبريبير الفايل ده يتعرض جوه الفيور. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ويمكن اسهل حاجه احنا يعني لو انت تعمل ويب ابلكيشن مثلا ومحتاج فيه فيور، فاسهل حاجه ان احنا نتعامل مع اوديسك فورج فيور. حل سهل، ولكن برضو ارجع اقول الامانه مش كل الكلاينتس بيفضلوا الموضوع بتاع الفيور ده. ليه؟ عشان خاطر البرايسنج، وهبقى اوريك بتعمل ازاي. فلو جيت انت كده بصيت على الموضوع ده، انا بس عايز اوريك شكل الحاجه بيبقى عامل ازاي. ادي بيقول لك بوست مان اهو اللي انا كلمتك عنه. الفكره بتاع البوست مان بمنتهى البساطه هو عباره عن تول كده بتقدر من خلالها انك انت تعمل ريكوست وتاخد ريسبونس. بص منظر كده، بص الشكل اللي موجود ده شكل ايه؟ ده شكل الجيسون، ده شكل الجيسون ريسبونس اللي هو رد عليك بيه. ممكن الموضوع ما يبقاش واضح في السامبل ده، فتعالى مثلا نشوف حاجه تانية كده نبدا اننا نتعامل بيها.
اوريك شكل الفورمات بتاعها. ادي مثلا اهو بيعمل باستخدام الكيرل، دي حاجه اسمها الكيرل، يبدا يبعت ريكوستات، وتبدا الريكوستات دي تجيله في شكل ريسبونس بعد كده. لو انت مشيت مثلا معاه بالتوتوريال، بص اول حاجه دي كيرل، بص هو بيقول لك ايه، ادي ريكوست، ادي الفورج يا جماعه، الناس اللي كانت مستصعباه الفكره كلها، ادي ريكوست انت بتعمله، بتبعت في الريكوست شويه داتا، تمام؟ من ضمن الداتا اللي انت بتبعتها ديت الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، دول بتجيبهم منين؟ دول بتجيبهم لما تبقى انت عامل لوجن ودافع او مديك حاجه مجانيه. فلما انت بتعمل لوجن وبتدفع، هو اوديسك فورج بيرد عليك بكلاينت اي دي وبيرد عليك بكلاينت سيكريت، بتروح تعمل ريكوست بيهم، بيروح يشوف الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، سلام سلام، يقوم عامل ايه، يرد عليك بريسبونس، ادي هو ده الريسبونس بتاعه، يرد عليك باكسس توكن اللي احنا اتكلمنا عنها، تبدا تاخد الريسبونس ده ومن اللي هو التوكن اللي راجع او الريسبونس اللي راجع، وتبدا بعد كده تبدا تتعامل بيه. طب لو انا دلوقتي عايز اعمل ترانسليشن لسورس فايل، يعني انا معايا فايل ار في تي عايز ان انا اعمل له ترانسليشن، ادي الفكره. اول حاجه انت بتبدا موضوع الترانسليشن ازاي، ادي الريكوست، بص الريكوست عامل ازاي، جيسون فايل، دي مجموعه من البارامترز انت بتبعتها في الريكوست، وادي الريكوست دوت نوع بوست. يعني ايه نوع بوست؟ انت بتطلب حاجه، البوست معناه ان انت تطلب اكشن معين، حاجه تتنفذ، وبتيجي هنا الراجل بيرد عليك بريسبونس، ادي الريسبونس اللي رد عليك بيه، تبدا انت بقى تاخد الريسبونس اللي موجود ده، خلاص انت مش عايز اكتر من كده من فورش، تبدا تاخد الريسبونس وتتعامل بيه بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. الموضوع سهل جدا، بس زي ما بقول لك بيكون عايز انت تكون عارف الفاندمنتالز بتاعه الويب عشان خاطر تبدا انك انت تتعامل معاه. برضو نفس الكلام في ريكوست هنا هو بيعمله، الريكوست دوت ليه؟ هو بيتشيك الستاتس اوف ذا ترانزليشن جوب، يعني انت النهارده لما بتروح تعمل ابلود لفايل فالموضوع ده ليه ستاتس، او في ترانزليشن فالموضوع ليه ستاتس، هو بيتشيك الستاتس دوت. طب انت عايز تشيك الموضوع تم ولا ما تمش، بص بتعمل ايه؟ بتروح تعمل بوست اكشن. بص كده الكلمه دي اوثرايزيشن، ايه ده؟ هي اوثرايزيشن دي بتظهر امتى؟ ما هو في الاول عمل لك اوثنتيكيشن وادالك التوكن، انت بقى بتاخد التوكن دي تحطها هنا، وبالتالي تقدر من خلال الاوثرايزيشن دوت، هو لما انت بتبعت الريكوست بيمسك الاوثرايزيشن احنا اتكلمنا عليه، قلنا في اول حاجه لما بتدفع او بيديك هو حاجات مجانيه في اوثنتيكيشن، هو عمل لك اوثنتيكيشن، بعد ما بقيت انت اوثنتيكيتد رد عليك بحاجه اسمها التوكن، هتاخد التوكن دي كده انت بقيت اوثرايزد، كده تعرف تتعامل مع الفانكشنز ومع الاي بي ايز بتاعه اوتوديسك فورج. فبيبدا يكلمك هنا من خلال اوثرايزيشن، وبتبعت التوكن بتاعتك هنا، وبعدين يبدا هو هنا يرد عليك بالريسبونس. الريسبونس ده بشكل ايه؟ يفكرك بايه؟ يفكرك بشكل الجيسون فورمات، يفكرك بالشكل بتاع الجيسون. تبدا بعد كده انت تاخد الكلام ده وتحطه جوه الابلكيشن بتاعك. الكلام ده بالنسبه للديفلوبرز بشكل عام سهل جدا، بسيط جدا، ممكن انت لو بتمبلمنت الفورج فيور ده داخل الابلكيشن بتاعك، ممكن الابلكيشن نفسه تقعد 6 شهور تبنيه وتشتغل عليه، وفي الاخر الفورج دوت تعمله في يوم او تعمله في ساعات، الموضوع مش صعب، ولكن الفكره كلها في البري ريكويست زي ما انا بقول لك. طيب تعال نرجع تاني كده كده، دي الفكره بتاعت الموديل ديريفاتيف اي بي اي عشان خاطر انك انت تبريبير الموديل للفورج فيور. طيب بعد ما تستخدم الموديل ديريفاتيف ده، خلاص انا كده بقى معايا الفايل جاهز ان انا ابعته لمين؟ بقى انت كده معاك الفايل جاهز ان انت تبعته للفيور. ادي الفورج فيور اهو، بص كده بيقول لك بيعمل ايه؟ بيرندر ال 3 دي وال 2 دي موديل فين؟ جوه البراوزر. طيب المودلز دي بتجي لك في رينج من انواع مختلفه، زي مثلا الاوتوكاد، الفيوجن، الريفيت، وهي دي بقى قوه الفيور بتاع اوتوديسك بصراحه، ان هو بيسبورت ريفيت. طب لو انا الكلاينت بيقول لك لا انا الموضوع ده ممكن يكلفني كتير، لو خصوصا لو المودلز فيها ابديتد وهو محتاج يتراك الموديل دي اونلاين، فبالتالي المودلز دي بيحصل فيها ابديتنج بشكل كبير، مع كل ابديت انت بتعمله انت بتعمل ريكوست جديد، وانا قلت لك ان الريكوست بتاع الفورج ده بفلوس مش ببلاش، يعني لما بتقول اعمل حاجه او بتقول اعمل اكشن الكلام ده بفلوس مش ببلاش، وهوريك البرايسنج بتاعه دلوقتي. طيب هنا تبدا باستخدام الفيور انت تشتغل، فهو زي ما بقول لك نقطه القوه بتاعته ان هو بيسبورت رينج كبير جدا من الفورماتس والفايلز، يعني برضو هتلاقي هنا الريفرنس والديفلوبر جايدز. الويب سايت ده منظم جدا جدا جدا، يعني لو انت بس عارف الفاندامنتال بتاعه الجافا سكريبت فقط لا غير مع البوست مان ممكن تعمل فورج ابلكيشن. برضو هو كده بيبدا يشرح لك ايه هو الفيور، الفيور ده بيعمل ايه، تمام؟ ونفس الكلام في هنا عندك حاجه اسمها الاي بي اي،
الاي بي اي دي تشوف كل حاجه انت محتاجها تتعامل فيها مع الفيور، الفيوينج، اليو اي، الاكستنشن لو بتعمل سنابنج وهكذا. طيب تعالى كده نشوف برضو الفكره بتاعه الفيور. بص هنا ماشي معاك بستبس واضحه جدا ازاي انك انت تحط الفيور في الاتش تي ام ال فايل. فبالتالي لو انت مش عارف اتش تي ام ال فايل، او لو انت بالنسبه لك الكلام الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت الاتش تي ام ال والسي اس اس المكتوب ده انت مش عارفه، فبالتالي ايه ده الكلام ده، تحس ان الكلام صعب جدا. في حين ان انت لو شفت فيديو واحد اتش تي ام ال وسي اس اس بالنسبه لك الكلام ده سهل جدا. فانا دايما بقول ان الفورج مش صعب، ولكن البري ريكويست بتاعته محتاجه انك انت تشتغل على نفسك فيها شويه. طب هل هو مطلوب؟ اه مطلوب. يعني انا هتكلم انديكيشن بالشغل اللي موجود معايا انا او الشغل اللي بيجي لي انا، لا الفورج مطلوب، وفي ناس كتير يعني بتبدا تتعامل من خلاله بتبقى محتاجه فيه ديفلوبر، ولكن هو مش بيكون منتشر. يعني مش هتلاقي شركه عامله اعلان احنا طالبين فورج فيور. الموضوع لحد دلوقتي برضو بيمشي بشكل ان الشركات بتدور بتسال انترنالي فيها لو حد عارف الموضوع دوت وهكذا. لكن انا شخصيا في الفتره الاخيره اشتغلت على اكتر من بروجكت كان مطلوب فيه شغل اوتوديسك فيور يعني، وكان دورنا كله كان ابلكيشن بيجي لنا وبن امبند فيه يعني وبنعمل فيه امبيدنج للفيور او لاي حاجه ثانيه، بس اكتر الحاجات استخداما كانت الموضوع بتاع الفيور. طبعا هو في تولز اكتر كتير من الفيور، بس يعني انا بتكلم من حيث الماركت ومن حيث الشغل. يعني برضو نفس الكلام هنا، ادي ده فايلات جافا سكريبت تبدا انت تتعامل معاه. طيب تعالى كده نشوف مثلا لو انت بتنشلايز. بص كده دخل جافا سكريبت بقى كده، هو بيكلمك ايه؟ بيكلمك جافا سكريبت. بص اول حاجه قال لك التوكن. ايه التوكن دي؟ ما هو التوكن دي اللي انت بيديها لك لما بتبقى انت اوثرايز، وبالتالي كل حاجه انت بتعملها هو الفورج عمال ماسك التوكن دي وعمال يدور عليه. طول ما التوكن دي معاك يبقى انت فاليد ويبقى انت اوثرايز ويبقى انت بتعرف تكلم السيرفر. التوكن دي راحت منك يعني مش هتسرق، ولكن التوكن ديت لو خلاص ما بقتش فاليد معاك خلاص هيوقفك ومش هتعرف تعمل اي حاجه. وبتقدر من هنا، موضوع سيمبل جدا، موضوع سهل جدا، تبدا انك انت تتعامل من خلال الدوكيومنتيشن بتاعه الفورج. طيب ده كده شكل الدوكيومنتيشن بتاعه الفورج. زي ما قلت لك انا عشان الوقت ما يسحبش مننا السيشن وقت طويل جدا، ممكن ان شاء الله في بدايه المحاضره اللي جايه او بدايه السيشن اللي جايه يعني امشي معاك خطوات كده ستيب باي ستيب في ان انا اوريك ازاي تستخدم اوديسك فورج. ولكن يا ريت خلال الفتره دي او خلال الاسبوع ده اللي مهتم فعلا يبدا يدور في الموضوع ده، لان هو هيفرق معاه بشكل كبير جدا، عشان لما اجي انا اعمل الديمو ده قدامك تبقى انت دخلت وجربت وشفت فيديوهات عرفت الدنيا، فبالتالي يبقى الديمو ده يعني يشكل بالنسبه لك ادد فاليو يعني زي ما بيتقال كده. طيب ممكن نرجع تاني على السلايدز. طيب السؤال بقى دلوقتي، انا الجزء ده غطيناه هو بيشتغل ازاي او الفيور بيشتغل ازاي، اتكلمنا عن الموضوع ده واتكلمنا عن الفكره بتاعت المودل دريفاتيف كمان. تعالى بقى السؤال المهم جدا، لو انا عايز ابقى اوديسك فورج ديفلوبر اعمل ايه؟ انت عشان تبقى اوديسك فورج ديفلوبر انت في الاصل لازم تكون ديفلوبر، يعني انت لازم تكون اصلا مبرمج. طيب الخطوات بقى اللي قلنا بريكويست بتاعته كتيره، لو انا فعلا راجل هعمل ابلكيشن او هستخدم الفورج سيرفيس، لان انت الفورج ديفلوبر او الفورج سيرفيس دي تستخدمها جوه ويب ابلكيشن. فيا اما التكنولوجيز دي تكون انت اللي انا هتكلم عنها دلوقتي تكون انت عارفها كويس او تكون بتعرف تتعامل معاها عشان تعرف تيمبلمنت فيها الموضوع بتاع الفورج ده. اول حاجه محتاج تعرف البيزكس بتاعت الويب ابلكيشن زي الاتش تي تي بي المقصود والقصه بتاعت الاتش تي تي بي ده وازاي الريكوستات والريسبونسز بتشتغل. محتاج تعرف الفرونت اند تكنولوجيز اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، لان انت لما شفنا السامبل بتاعت الفورج فيور وازاي تتعامل معاه في اتش تي ام ال في سي اس اس في جافا سكريبت، فبالتالي لو انت اللغات دي مش عارفها كويس فبالتالي انت مش هتعرف تتعامل مع الدوكيومنتيشن اصلا، وبالتبعيه مش هتعرف انك انت تتخرج فاينل برودكت في الاخر. تتعلم اي لغه من لغات الباك اند، اي اس بي دوت نت انا برشحها بشكل كبير، يعني انا واخد التراك او من مايكروسوفت كوميونتي فانا بحب التكنولوجيز بتاعتها، فالاي اس بي دوت نت. لكن ممكن تشتغل بالنود دوت جي اس مثلا، تتعلم جافا سكريبت بس، تشتغل فرونت اند وباك اند وكل حاجه. الموضوع مش مرتبط بلغه برمجه، مش زي مثلا الريفت. اه والله الريفت هو يا اما سي شارب يا اما في بي دوت نت، والاكثر سي شارب. بتتعامل مثلا مع السي اس اي باكج مثلا يبقى سي شارب. بتتعامل مع البريمافيرا اي بي اي مثلا فانت بتتعامل مع الجافا. لا هنا الموضوع شغال معاك باي لغه من لغات الباك اند، البايثون مثلا تقدر تعمل بيها باك اند ابلكيشن، وتقدر كمان من خلالها تتكلم مع الديسك فورج، لان الموضوع في الاخر اي بي اي. واي لغه برمجه هتعرف تخرج اي بي اي هتعرف تتعامل مع الديسك
فورج، وتكون على الداتابيز، لان غالبا الابلكيشنز بتاعتك عمرك ما يجي لك ويب ابلكيشن من غير داتابيز اللي هو من خلال المايكروسوفت سيكوال. فدول التكنولوجيا الاساسيه. طبعا كل تكنولوجي من التكنولوجيز دي ليها لايبراريز كتيره بتساعدك، انت مش تبدا زي ما قلت لك كل حاجه فروم سكراتش، ممكن تجيب حاجات وكستمايز عليها. في مكتبات جافا سكريبت دي ليها مكتبات زي الانجلر مثلا، بس ده موضوع قدام شويه مش دلوقتي، زي الرياكت، زي الفيو. السي اس اس ليها حاجات زي البوت ستراب بتساعدك في التنسيق بشكل كبير جدا، وبتقلل عليك الوقت اللي انت بتكتبه عشان تعمل بشكل عام. الاي اس بي دوت نت واحده من اقوى الفريم وركس على مستوى العالم في مجال الويب ابلكيشنز. النوت برضو نفس الكلام، البايثون نفس الفكره، وطبعا السيكوال. يعني السيكوال دي واحده من امتع التكنولوجيز اللي انت ممكن تشتغل بيها. في الاخر هدف الكلام ده كله ايه؟ انك انت تعمل ويب ابلكيشن، ان الفورج ده هو اللي عباره عن سيرفيس. طب هل الفورج ده هو عباره بس عن 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 فيور وبتاع وكده؟ لا، الفورج فيه خدمات كتيره جدا يعني قويه جدا زي ما انا وريتها لك، ولكن الا انا حبيت اوريك الحاجه اللي هي اكثر طلبا شويه. لكن هو فيه حاجات كتيره جدا زي مثلا الموضوع بتاع البوينت كلاود، يعني من تقدر من خلال ديسك فورج انك انت تشتغل على القصه بتاعه البوينت كلاود والرياليتي كابتشر. اهي برضه ليه اي بي اي تعرف تتعامل من خلاله، ادي الفيور، ادي الديزاين اوتوميشن، انك انت تقدر ترن الاوتوميشن سكريبت على الديزاين فايل. يعني انا اقدر ارن سكريبت معين واجيب داتا وكل حاجه على فايل، مش لازم اصلا يكون عندي الريفت. يعني انا مش لازم يكون عندي الريفت، يكفيني بس انا يكون عندي الفايل بتاع الار في تي ورن عليه سكريبت معين. فدي تول باورفول جدا عشان خاطر ان انا ارن سكريبت على فايل من غير اصلا ما يكون الريفت موجود عندي. داتا مانجمنت عشان اتعامل مع البيم 360. دي معظم الخدمات اللي ديسك فورج حاليا بتقدمها. الموضوع بيتطور بشكل كبير. اللي متابع على التشانلز بتاعه اوتوديسك على اليوتيوب هتلاقيهم في الفتره الاخيره معظم الحاجات اللي بينزلوها عليها علاقه بالمجال بتاع فورج، لان العالم كله في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي، او يمكن الكورونا كمان ساعد القصه دي بشكل كبير، ان العالم كله متجه لمجال الكلاود. الكورونا او الازمه بتاعت الكورونا دي ازمه هتغير شكل العالم فعلا، ولكن هي كل اللي هتعمله انها هتسرع الشكل بتاع التغيير ده. بمعنى ان كده كده العالم متجه للكلاود، لا، الازمه اللي حصلت هتخلي العالم متجه اكتر لمجال الكلاود. وفكره السكيلز بتاعه الكلاود كومبيوتنج اساسيه انها ما تبقاش موجوده، ده بشكل كبير مش هتكون حاجه يعني في صالح الطلبه او في صالح الناس اللي بتتعلم بشكل كبير. فالعالم بيتجه لمجال الكلاود، نفس الكلام اوديسك بتتجه للمجال دوت، وبالنسبه لها الفورج هي تول بتسبورت السوليوشنز اللي هي بتعملها بقى سواء بيم 360 او غيرها. نفس الكلام قلنا فكره اي ابلكيشن في الدنيا ان الشركات بتعمله جنرال قدر الامكان عشان خاطر تخدم بيه اكبر قدر ممكن من الكلاينتس واكبر قدر ممكن من الكاستمرز، وفي الاخر بتدي لك بقى موضوع الاي بي اي ده، انت خد الكلام ده كاستمايز على شغلك انت. كمان ان هي الميزه الاكبر برضو انك انت ممكن تستخدم السيرفيسز دي والخدمات في الابلكيشنز بتاعتك. يعني انا ممكن اعمل ابلكيشن بتاعي خاص بيا وفي الاخر اخد حاجه معينه من فورج وابدا اشتغل عليه. قبل ما انهي بس تعالى كده اوريك موضوع البرايسنج عشان برضو يبقى خدنا لفه كده في كل حاجه. طبعا هو في الاول هنا بيديك تراي فورج فور فري، بيديك حاجه اسمها 100 كلاود كريدت، وانا اصلا مخلصهم، بس انا هحاول ان انا يعني على السيشن اللي جايه اكون يعني جهزت كريدت ثانيه وبشتغل بيه. طيب الكريدت ديت بتبدا تشتغل بيها. طب هو بقى بيحاسبك ازاي؟ هو بيبدا في الكريدت ده عنده طريقه كده في الحساب بتاعه، بيقول لك مثلا ان انت تعال نشوف كده. بص مثلا بيم 360 اي بي اي بيدي لك الكوست بتاعت كل حاجه، فيقول لك والله بص طب ديزاين اوتوميشن اي بي اي، فانت عندك بص 4 كريدت، 4 كلاود كريدت بروسيسنج اور للاوتوكاد. طيب يعني لو انا بعمل ديزاين اوتوميشن اي بي اي هدفع 4 كريدت، يعني كان 4 دولار. طيب ده الكلام ده لو جاي منين؟ لو جاي من الكاد. طب لو جاي من اي حاجه ثانيه غير الكاد 6 دولار. ده في الايه؟ ده في البروسيسنج الواحده. طيب المودل ديريفاتيف اي بي اي، قال لك المودل ديريفاتيف اي بي اي لو انت مثلا طبعا هو السيمبل والكومبلكس دي بيعرفها بطريقه ثانيه، مثلا بيقول لك ان الكومبلكس جوب ديت ان انت مثلا بتحول من فايل الريفت ار في تي وفايل النافس ل اي اذر فورمات، هو دي مسميها كومبلكس جوب. وبالتالي مع كل تحويله انت عايز تعملها، يعني مثلا في موديل وحصل عليه ابديت، فانا بحاسبك بواحد ونص دولار اللي هي واحد ونص كريدت يعني. طب لو سيمبل جوب، سيمبل جوب يعني اي بص بقى اي حاجه غير الريفت والنافس. ليه؟ موضوع بيزنس بحت، ان انت معظم اللي هتشتغل عليها يا اما ريفت يا اما حاجه ار في تي يا اما حاجه دوت NWD، فهو دي اكتر حاجات انت اشتغل عليها. فبيقول هو دي بالنسبه له كومبلكس جوب، وبالتالي هو بيدي لك بواحد ونص دولار. ده بالنسبه للشركات لما بيكون في بروجكتس كتيره ومودلز كتيره، لا بالنسبه لها الفورج ده بيكون مكلف يعني ومش بيكون افضل حل. وقتها بقى بنلجا للاي اف سي او بنلجا لاي حاجه تانية. من الممكن ان هي تحط هيدك على الشركه في الاول وتبقى
الكوست في الاول عاليه، بس على المدى الطويل لا، بتبقى الكوست بيحصل عليها كنترول بشكل كبير جدا، لان خلاص السوليوشن ده اتعمل للشركه دي وهي بقت بتستخدمه، مش مضطره ان هي مع كل حاجه جديده او مع كل ابديتس جديد تروح لاوتوديسك فورج ويبدا يتعامل بنظام البرايسنج بتاعهم ده. لكن في حاجات تانية بيكون كويس جدا، وبيكون يعني لو موديل واحد او المودلز دي مش بيحصل فيها اوديتس بشكل كبير، فبيكون فورج ده واحد من افضل الحلول للشركه، بدل ما يتعمل لها حاجه كاستمايزد يعني خاصه بيها هي. انا كده لحد دلوقتي انا بالنسبه لفورج انا قلت اللي انا عايز اقوله. ان شاء الله في اول سيشن اللي جايه او في اول المحاضره اللي جايه هنبدا نعمل كده ستيب باي ستيب ديمو عشان الناس تشوفه. ولكن انا طلب يعني من الناس اللي بتسمعنا ان يا ريت في خلال الاسبوع ده ولا حاجه تبدا انت تسيرش، بحيث ان انا احس ان الديمو بتاعي ده ادالك ادد فاليو او الديمو ده ضاف لك حاجه جديده. لكن دلوقتي لو انا كملت وعملت الديمو على طول، اعتقد ان اغلبيه الناس ممكن ما تبقاش الموضوع بالنسبه لها واضح بشكل كبير. فان شاء الله انا هاجل الديمو ده لاول سيشن اللي جاي، نبدا نعمل ديمو كده خطوات بسيطه عشان برضو تشوف الموضوع والاوثنتيكيشن والقصه دي بتتم ازاي. بس انا كده خلصت وشكرا جدا، واسف لو طولت. انا بحاول والله قدر الامكان السيشن ما تبقاش طويله، بس يعني الوقت بيكون غصب عني. جزاكم الله خير يا باشمهندس مصطفى. ان شاء الله ندخل في الاسئله. لو حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند. لو اي حد عنده اسئله في المحاضره. المحاضره ما فيهاش اسئله. لا لا، الناس بس لسه هتدوس على الاسئله. انا فاكر ان كان في حد بيسال عن هل ينفع ان هو داز اوتوديسك فورج اوفر ريفت اي بي اي انتجريشن؟ هل في انتجريشن بين الاوتوديسك فورج وريفت اي بي اي؟ ما احنا قلنا ان في حاجه اسمها، انا ما اعرفش ايه مقصود بانتجريشن، بس في حاجه اسمها ديزاين اوتوميشن اي بي اي. يعني انت لو معاك فايل ار في تي وعايز تنفذ عليه سكريبت معين، تقدر من خلال ديزاين اوتوميشن اي بي اي تعمل الكلام ده. بس يعني لكن ايه المقصود معنى، يعني ايه المقصود معنى كلمه انتجريشن؟ انت لو معاك فايل ار في تي وبتشتغل عليه ديزاين اوتوميشن اي بي اي زي ما هو موجود هنا اهو، فهو بيبدا يحاسبك بقى ب 4K و6K، فانت بيبقى معاك الفايل وبتبدا تشتغل على الفايل ده، تبدا تعمل اوتوميشن على الديزاين او على الفايلات اللي موجوده معاك. يعني ده الحل ده، او ده الحاجه اللي بتكونكت بين الريفت وما بين الفورج. باشمهندس كريم سليمان، كان في حاجه كنت مشير من كام يوم، موضوع ان الفورج بدا يبقى فيه انتجريشن ما بينه وما بين السيفت سي. انا مش سامع، يعني يا ريت لو كده الصوت كويس. الصوت اتفضل. بتكلم على حاجه كنت مشير من كام يوم، ان كان في انتجريشن حصل ما بين الفورج والسيفل 3 دي، فهل ممكن بس يبقى في يعني توضيح اكتر للجديد اللي حصل؟ او يعني نفس الفكره بتاعه الديزاين اوتوميشن، الفورج ما هو اللي عباره عن اي بي اي، نفس الفكره ان انت بس السكريبتات اللي انت بتشتغل عليها بتقدر انك انت تنفذ السكريبتات ديت على الفايلات نفسها، مش محتاج يكون عندك البرنامج اصلا. ده بيتم من خلال الديزاين اوتوميشن اي بي اي، او انك انت بتاخد المودلز بتاعتك وتبدا انك انت تعمل لها ترانسليشن وتبدا تعرضها على الويب باستخدام الفورج فيور. ده الحاجه. بس يعني مش عارف، بس يعني هو يعني اعتقد ان ال نوع الانتجريشن اللي انت تقصده. لا انا يعني انا اقصد يعني ان الفكره لو في انفرا ووركس مثلا، هو يعني كفيو للشغل السيرفر 3 دي بقى موجود، فمش عارف هل هيكون فكره الفيو في الفورج هيكون ادد فاليو ولا لا. ما مش عارف، بس يعني بص، هي فكره الادد فاليو ولا لا، هو النقطه بتاعه الفورج كلها هو اي بي اي فور ويب، فبالتالي انت هنا بتعمل شيرنج. فبالتالي لو 3 دي موديلنج او موديلنج اللي موجود معاك دوت انت تبدأ تشتغل عليه وبتعرضه، ومثلا الشركه وكل الناس الموجودين في الشركه بيخشوا ويشوفوا على الليفلز بتاعتهم، بيخشوا في المودلز، ده افضل كتير بدل ما يبقى الموديل موجود على جهازك انت وعشان توريه لحد بتبعته له، ولازم هو كمان يكون عنده البرنامج مثلا اللي هو الفروك عشان يفتح ويشوف. فاهم الفكره؟ فهو هنا في الفورج مثلا او في الويب ابلكيشن بشكل عام، هدفها انها تلغي النقطه دي، ان البوينت دي اصلا ما تبقاش موجوده. مش لازم انا ابعت لك وانت يكون عندك البرنامج وده عنده البرنامج وده عنده البرنامج، انا عايز اشوف بس، انا عايز اعمل فيوينج للحاجه. فالفورج بتقدر انت بقى بتعمل ويب ابلكيشن لوحده وبتستخدم فيه الفورج. الويب ابلكيشن بتاعك انت ممكن تعمل فيه اي حاجه انت عايزها، ده الويب ابلكيشن ده الخاص بيك، لكن بتستخدم الفيور بتاع الفورج عشان تعرض المودلز او الحاجه اللي انت وصلت لها، لو الشركات شغاله مع بعضها او
او الشركات موجوده في اكتر من مكان مش مكان واحد يعني، بدل ما تبعت الفايل وهو يفتح الفايل عنده وهكذا. فهنا فكره الكولابوريشن او ان يكون في انفايرمنت واحده الناس كلها بص عليها ما بقتش موجوده. فالفورج او السيرفيس بتاعت الويب بشكل عام هدفها انها تلغي النقطه ديت، والفورج اي بي اي بيستخدم عشان يعمل انهانسمنت للموضوع ده. هو بدل ما انت تعمل الفيور ده عندك وتديفلوب الفيور دوت وتبدا تحل المشاكل بتاعته، الموضوع مرهق، الموضوع مش سهل، بتروح تستخدم الفيور بتاع اوديسك بس. طيب يعني مش عارف برضو، هل فكره الفورج هل هي دي مقدمه ان فكره السوفت ويرز هتبقى بعد كده هي عباره عن ويب ابلكيشنز؟ يعني باختصار شديد، هل بدل ما انا اقدر انزل الاوتوكاد هل ده مقدمه ان هو لا الاوتوكاد ايوه بص، هتبقى عباره عن ويب ابلكيشن اقدر ادخل ارسم او يعني سيل 3 دي ابدا اعمل تصميم وهكذا؟ هو اكيد العالم رايح للجزء ده، بس الجزء ده اتاخر شويه كسلا. بس خليني اقول لك ان فكره ان السوفت ويرز تبقى اونلاين، يعني ده التوجه. يعني مثلا انت النهارده عندك بنت 360، هو سوفت وير برنامج كانك محمله عندك، صح ولا لا؟ نفس الكلام في برنامج تاني بتاع كونستراكشن مانجمنت اسمه بروكور. البروكور ده برنامج برضو بيعملوا بيه التراكنج بتاع الكونستراكشن، وبرنامج كونستراكشن مانجمنت ضخم جدا، الكونستراكشن مانجمنت تراكنج يعني. وفي دوكيومنتيشن والقصه دي كلها برضو ده من خلال الويب. وده على فكره للشركات احسن كتير، يعني الشركه مجرد بتشتري لايسنس لعدد يوزر وخلاص الموضوع خلص. يعني مثلا انا عندي 2 يوزر 3 يوزر 4 يوزر بشتري لهم لايسنس كل سنه والموضوع خلاص خلص. الابلكيشنز بتاعه البيزنس والاي ار بي والكلام ده كله معظمها ويب ابلكيشنز، يعني مش بيعمل انستوليشن للسيستم على الجهاز بتاعك او على اللوكال ماشين بتاعتك. اللي مأخر الموضوع ده شويه في مجال انجينيرنج الجزء بتاع الجرافيكس. لسه الويب تكنولوجيز بشكل عام مش بتقدر، يعني انت برضو مهما كان لو شفت الفيور او بتعمل فيوينج، يعني انا ان شاء الله في السيشن الجايه هعمل مقارنه ما بين الفيور بتاع الفورج وما بين الاي اف سي. مهما كان غير لما تفتحه على الريفت، لا لسه ستيل الابلكيشن نفسه اقوى. ليه؟ هنا انت عشان تتعامل مع الجرافيكس على الويب فيه بقى ويب جي ال. اول حاجه مثلا معظم الشغل اللي بيتم على الجرافيكس بيتم من خلال حاجه اسمها الفريدو جي اس، بتكلم حاجه اسمها الويب جي ال، او هي لايبرري فور ويب جي ال. ويب جي ال اللي بتكلم الاوبن جي ال، اوبن جي ال اللي بتكلم الجرافيكس كارد بتاعك. فلسه الموضوع في الرسم والكلام ده على الويب قدامه فتره، ولكن هل ده التوجه؟ هو ده التوجه. يعني ده باين حتى ان هم الحاجات اللي بيقدروا يحولوها تبقى ويب بيزد هتبقى ويب بيزد. كل الشركات رايحه للتوجه ده، لان هو اولا ده بالنسبه لها امان. يعني انت عمرك ما هتعرف تعمل كراك للقصه دي، يعني مستحيل، يعني مستحيل انك تكراك حاجه زي كده، فبالنسبه لهم امان. طيب بالنسبه مكسب كبير جدا. ليه؟ لان هو هيجيب كل الشركات اللي شغاله في المجال تشتغل على الويب دوت. طب هو الشركات هتيجي ليه؟ ما هو الحاجات دي هتبقى ارخص ليها من ان انا اشتري السوليوشن كله على بعضه. لا، انا اشتري الكام يوزر هو اللي اشتغل وكام يوزر على برنامج تاني وهكذا. فالتوجه طبعا التوجه ده موجود، لكن لسه بسبب القصه بتاعت الجرافيكس والكلام ده على الويب انها مش افضل حاجه، فده اللي مأخر الحاجات اللي علاقه بالرسم والموديلنج والكلام ده. لكن فيما عدا الموديلنج والرسم والقصه دي، معظم السوفت ويرز النهارده بتتكلم ان هي بقت ويب بيست سوفت وير. حتى في يعني في كل الابلكيشنز النهارده، لو شركه استثمار عقاري بتعمل برنامج عشان تدير بيها العقارات بتاعها ويب سايت، شركه مش عارف شغاله في الماركتنج وعامله ابلكيشن عشان تدير بيه الحملات بتاعتها ويب سايت، شركه شغاله في مجال الكونستراكشن مانجمنت مثلا والشغل بتاعها مش محتاج فيور ولا محتاج جرافيكس ولا الكلام ده كله، بتعمل كل الكلام ده من خلال ابلكيشن من خلال ويب سايت. وفي امثله كتير زي بنت 360 مثلا، وزي البروكور. البروكور ده واحد من اشهر الابلكيشنز اللي لو مش موجود كويب كنت هتجيبه وتنزله عندك وتعمل له انستليشن وقصه. فهو التوجه موجود وهيحصل. الفكره بس كلها مساله وقت مش اكتر، ومساله ان التطور بتاع التكنولوجي يستوعب ده، ان الجرافيكس بتاعت الانجينيرنج يعني الرسم انك، لكن ممكن يعني الفيونج سهل وانك تعرض سهل، لكن ان انت ترسم وتاخد انتر اكشنز وبتاع والقصه دي لا لسه شويه، لكن رايحين للسكه دي بنسبه 1000% رايحين للسكه دي. تمام جدا، تمام، شكرا جدا ليك. شكرا يا باشمهندس مصطفى. هو فعلا في ناس كتير بتطلب موضوع الاوتوديسك فورج دوت اليومين دول. طيب في سؤال بيسأل ايه الفرق بين الفورج والبنت 360؟ هل البنت 360 هو جزء من الفورج؟ لا، البنت 360 ده سوفت وير ابلكيشن، انت عشان تتعامل معاه هتروح لاوتوديسك وتشتري لايسنس او تشتري يوزرز. يعني ده البنت 360 برنامج زي الجيميل برنامج، لكن الفورج سيرفيس بتستخدمها
جوه الابلكيشن. يعني انت تخيل معايا النهارده انت عايز تعمل برنامج كشركه، عايز تعمل برنامج زي بيم 360. يعني ايه؟ يعني انا كشركه النهارده عايز اعمل سوفت وير خاص بيا مثلا دوكيومنت مانجمنت سيستم مثلا، مش عايز اروح لبيم 360. انا هجيب شركه برمجه وهجيب هعمل معاها كونتراكت، والله والله تعالي اعملي لي مثلا ابلكيشن بتاع دوكيومنت مانجمنت سيستم. هدفع في الابلكيشن ده كام؟ والله هدفع الابلكيشن ده مثلا اكس. الاكس اللي انا هدفعها دلوقتي دي خلاص بقى الابلكيشن بتاعي، بقى السيستم بتاعي، مش هتخليني تحت رحم الاوتوديسك. ادي اليوزر، ادي الاثنين، ادي الالف. طب هتبقى عندي مشكله، ايه المشكله؟ الفيور، الكولابوريشن. ما برضه اوتوديسك مسكاك من كذا حاجه، الفيور، الكولابوريشن. طب الفيور ده انت محتاجه، طب خلاص اروح بقى اشتري من اوتوديسك لو انا عايز اعمل فيور. طب لو انا مش عايز فيور ومش عايز اي حاجه، خلاص انا عامل الويب سايت بتاعي وعامل الابلكيشن بتاعي. فالفورج سيرفيس انت بتاخدها وتستخدمها علشان خاطر تبدا تعمل بيها الشغل الخاص بيك انت. انا في نقطه بس حابب يعني حاجه كده ان انا اتكلم عنها عشان ابين اهميه الموضوع. يمكن باشمهندس عمر عارف القصه دي، وعارف يعني عن طريق، انا يعني هقول الكلام ده عادي، عن طريق باشمهندس عمر انا يعني اكتر من بروجكت جالي في الاوتوديسك فورج. فالموضوع مهم ومطلوب، لكن الحاجه حاجه ملفته جدا حصلت مؤخرا بالنسبه ليا، ان كان في مشروع وان الكلاينت، وكان مشروع في دوله عربيه يعني، وان الكلاينت بتاع البروجكت ده كان طالب ان يكون في فورج ديفلوبر موجود. يعني هو عشان يشتغل لازم يبقى فيه فورج ديفلوبر موجود مع الشركه دي، ده شرطه، موجود جول كلاينت من عند الكلاينت. فالموضوع الموضوع مطلوب على فكره، والموضوع يوم عن يوم اهميته بتزيد. طب تعرف ده منين وتعرف ان هو مطلوب واهميته بتزيد منين؟ والله روح بص بقى على الاوتوديسك. لما تلاقي الاوتوديسك رايح ناحيه الكلام دوت وبتنزل عنه توتوريال وبتاع ومش عارف ايه وعمال تعمل له ماركتنج وكده، فاعرف ان هي بتزق الماركت ناحيه المجال ده. فطالما الاوتوديسك بتبوش الماركت ناحيه حاجه معينه وباعتبارها واحده من اكبر شركات اللي احنا بنستخدم المنتجات بتاعتها، وهي عماله تبوش الماركت في السكه دي، فانت كده كده تعرف ان الكلام ده مطلوب، وان كده كده الشركات هتسعى وراه لانها بتقدم سيرفيس وبتقول لك استخدمها. بس ارجع اقول بقى، هو طب السؤال اللي ممكن يطرح، طب ما يجيبوا ديفلوبر، يعني هاد ديفلوبرز عاديين ويشتغلوا على القصه دي. لا انا بقى راجل مهندس مدني ولا مهندس معماري، انا مالي بالفيلم ده كله؟ ما تبصش للفورج فيو على انه فيور. انت عندك حاجات تانية زي البوينت كلاود، يعني دي هتشرحها ازاي لحد ديفلوبر عادي ما يفهمش في الموضوع ده. الحاجات بتاعت ديزاين اوتوميشن مين ممكن يفهمها ويبدا يتعامل معاها؟ الحاجات بتاعت البيم 360 والكستمايزيشن اللي انت ممكن تعمله عليه برضه مين يعرف يتعامل معاها؟ فالفكره هنا او الميزه هنا ان الابلكيشنز دي لو انت ليك خلفيه هندسيه حرفيا بتجري في الابلكيشنز دي، وبتكون اشطر كتير جدا من حد بعيدا عن المجال او بعيدا عن الدومين وهو بس عشان مبرمج دخل فيه. فدي ميزه تنافسيه كبيره، وده دايما انا بنصح بيه. يعني احنا بنقول ان اغلب الشركات النهارده او اغلب المهارات من وجهه نظري انا شايف انها واحده، مفيش ميزه. يعني نادرا لما تلاقي حد مميز، اغلب الكورسات مع كل الناس، اغلب الشهادات مع كل الناس، اغلب السكيلز مع كل الناس. فدايما الناس دور على الحاجه اللي هتميزك اكتر، حتى وان كان دلوقتي الماركت مش طالبها، يعني او حتى وان كان دلوقتي انت مش بس الماركت راح لها بشكل او باخر. يعني انا بتكلم عن مجال البروجرامنج والقصه ديت والاي بي اي، انا ما اعرفش حد دخل في الكلام ده ومش شغال فيه، فدي نقطه برضه. بس هي ميزه انت بتحاول تميز نفسك قدر الامكان. كل ما بتلاقي المجال معين بقى خلاص الناس كترت فيه، ومش ناس كترت فيه يعني حاجه وحشه، يعني بقت خلاص ما بقاش فيه ميزه. يعني النهارده الناس كلها، ناس كتير قوي عارفين ريفيت. لو انا النهارده راجل بعين حد في شركه مثلا وجاي ناس كتير جدا عارفين ريفيت، وبس لقيت واحد فيهم والله كاتب بقى ان هو عارف داينامو اوتوميشن ومش عارف ايه والقصه دي، اكيد هو هيلفتني لان هو مميز في حاجه وهكذا. فبالنسبه للفورج تحديدا، يعني عشان ما توش عن الكلام، لا هو من الحاجات المطلوبه الفتره الاخيره، واللي يعني قليل جدا 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 اما تلاقي حد شغال فيه. يعني انا يمكن اكتر من مره سالت على حد شغال فورج واعلنت، مفيش، ما اعرفش ليه، بس هو يعني من الحاجات المطلوبه والناس شغاله فيه قليله جدا جدا جدا، ومطلوبه في اكتر من مشروع. يمكن باشمهندس عمر كمان ياكد عليا على النقطه ديت. يعني باشمهندس مصطفى بعد اذنك، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسف انا دخلت وخرجت كتير، ويعني للاسف يعني اللابتوب فصل مني كام مرتين ثلاثه، ففي حاجات كتير عدتني. بس كنت حابب يعني لو موجوده مع حضرتك دلوقتي زي كيس استادي كده تعرضها زي فيديو بسرعه او حاجه، بحيث تقرب الفكره اللي سعادتك عمال تتكلم عليها من شويه. فلو في عندك حاجه سامبل او نموذج او بروجكت بسيط تعرضه بسرعه كده بس زي فيديو، اذا موجود. مش موجود يبقى بعدين. دلوقتي مش معايا فيديو، لكن ان شاء الله في اول سيشن الجايه هعمل الخطوات دي كلها. انا قلت في الفيديو انا طبعا من ناحيه
هعمل خطوات. وانا قلت انا قلت في فيديو ان شاء الله يعني في في الاول سيشن اللي جايه هعمل الخطوات دي كلها بتاعه الديسك فورش، هعملها ستيب باي ستيب كده. بس انا بس في السيشن دي انا عايز الناس بعدها تبدا تدور وتخش وتجرب، وانا ان شاء الله في السيشن الجايه هوريك تعمل كل حاجه ازاي، وممكن اعرض لك كيس ستادي كمان لحاجه موجوده شبه كده يعني. ثانيه بعد اذنك، اللي هي مثلا سبيل مثال كلنا في مجال كونستراكشنز، في الكونسلتنج، في السيلز، في المانيفاكتشر، دول اكتر اربع حاجات يعني اللي بنشتغلهم في الانجينيرنج عامه. فلو ان انت الفيديو بتاع سعادتك يضم الديفرنت يعني ابلكيشن دي، يكون جزاك الله خير، بحيث ان ايه ان انا استفيد منها في المانيفاكتشر هيكون عالي، هستفيد منها في الكونستراكشن، في المانجمنت برضه اكيد زي ما حضرتك سعادتك قلت، في الكنترول ده كلام يعني طبعا نفس الكلام. فيعني اقصد ان انت يكون يعني فيديو شامل لكل الابلكيشن اللي كل واحد حاضر مننا، منه زي ما قلت لك استشاري ومهندس ومقاول وسيلز وفي المصنع وفي بقى بزنس خاص ايا كان يعني. فازاي استفيد من الابلكيشن بتاعت سعادتك ديت في كل مجال يخصني؟ ماشي، بس هي الابلكيشن اللي انا عاملها انت مش تستفيد بيها شخصيا، لكن انا ممكن اوريك الحاجات المعموله. لكن مش هقول يعني كلمه بزنس، انا بتكلم يعني جنرال، لكن كلنا اغلبنا ماشي. حاضر، هوري هنعمل حاجات شبه كده، وهعرض الفورج يعني هنعمل ابلكيشن ان شاء الله مع بعض، هنعرض فيه الفورج تمام، ونعرض فيه البدائل بتاعته، لان هو فورج زي ما انا اتكلمت ان هو بفلوس، ولو المودلز فيها ابديت كتير تبقى في مشاكل. فهنعرض ازاي نعمل ده بالفورج، ونعمل حاجه كمان تبقى حاجه اكزامبل ريل يعني، اوريك حاجه كمان تديك نفس او تقرب النتيجه اللي انت عايزها باستخدام الاي سي يعني. هنشتغل على ده وهنشتغل على ده ان شاء الله يعني. انت النهارده لو انت عايز تعمل حاجه بالفورج مثلا، طب بس الفورج الفيور بتاعه ممكن يكلفك فلوس كتير، لان انت في مثلا المودل بتاعتك فيها ابديتس كتيره. طب في حاجه تطلعني لان يعني النهارده معظم الكلاينت فورج وكل حاجه، بس دايما بيحاول ان هو يزقك، لا شوف لي حاجه غير الفورج. ليه؟ عشان مش عايز يدفع يعني. انت النهارده لو انت كنت حضرت الجزء بتاع البرايسنج اللي انا اتكلمت فيه ده، هو بيحاسبك على كل حاجه يعني. بص كده على كل ريكوست هنا بيحاسبك بفلوس. فلو انت اديت للكلاينت بديل، فانا هعرض لك ده وهعرض لك البديل، بحيث على حسب الكيس الموجود عندك ابدا انت بقى شوف والله انا هستخدم فورج ولا هكتفي بلايف سي ولا ايه اللي هيحصل. فده ان شاء الله هعرضه. سؤال، الفكره بس في العرض بتاع الحاجات دي، ان انا عارف ان انا بكلم معظم اللي موجود مش ديفلوبر اصلا خلاص، فانا مش عايز اعقد الدنيا في الاول، لكن انا هعمل ده وهعمل ده بحيث ان الفيديوهات تكون موجوده في المستقبل، وكمان يعني هرفع السورس كود بتاعها بحيث تبقى موجوده، الفيديوهات الشرح موجود والسورس كود موجود، بحيث اللي عايز يستخدمه بعد كده يقدر ياخد الكلام ده ويكمل عليه، مفيش اي مشكله خالص. السؤال الاخير يعني البنفيتس بتاعت البرنامج بالمقارنه مع برامج تانية في السوق. ماشي، ما انا مش عارف، ما انا ده شرحناه، بس هو الفورج مش برنامج. ماشي، ابلكيشن، هو انا مقتنع معاك وبكرر كلمتي ابلكيشن، هو اوكي تمام ضمن ما فيش مشكله، لكن بتكلم البنفيتس بتاعته ايه اللي انا استفيد منها على المدى الطويل كراجل في ماشي. الشركات او مشاريع. حاضر، ده السؤال بتاعي، وانا شاكر افضل سعادتك وجزاكم الله خير. الله يبارك سعادتك، كل لك ذوق، الله يبارك فيك. شكرا يا دكتور. هو انا مش يعني انا ماليش في البرمجه وماليش في الفورج حقيقه، بس استفدت منه باكتر من مره، لقيت ناس عامله تطبيقات بستفاد منها. يعني لقيت مثلا حد بيعمل حاجه ان انت ترفع ملفات مثلا الريفت ويسيفها لك ان دبليو سي، اللي هي خاصه بالكلاشات وخاصه بالنفس وركس، فدي لقيتها بتوفر معايا وقت كتير قوي ان انا ارفع الملفات بدل ما افتح واحد واحد واحولهم الاقي هو يحولهم على طول. وفي حاجات كتيره بتبقى حد استخدم اوتوديسك فورج ان هو يعمل خدمه موجوده اونلاين اي حد يقدر يستفاد منها. وحتى لو دخلت موقع اوتوديسك هتلاقي فيه برامج كتيره اوتوديسك كانت متبنياها وراحت موقفاها وقالت لا، لو حد عايز يشتغل بالحاجات دي ممكن يستخدم اوتوديسك فورج. فاوتوديسك فورج برامج كتيره جدا اوتوديسك هتخليها داخل برنامج اوتوديسك فورج، زي مثلا تحويل من صور ل بوينت كلاود او لموديل او الحاجات ديت. يعني حتى طبعا سلسله الابعاد بداوا يعتمد عليها في الاوتوديسك فورج، وال 3 دي سكان برضه بداوا يعتمد عليه في الاوتوديسك فورج. فهو ده اوتوديسك معتمد عليه الفتره اللي جايه جدا، وفي اخطاء كتيره يعني الناس بتوع اوتوديسك بيسامحوني، بس الامانه العلميه يعني في مشاكل كتيره موجوده في بيم 360. اللي بيشتغل بيم 360 كتير هيكتشف بعض المشاكل. المشاكل دي ممكن تحلها لو انت دخلت في الاوتوديسك فورج وبدات تبرمج او تحل المشاكل ديت. يعني تيجي ترفع مثلا ملف اكسل بتلاقي بعض المشاكل، مش هندخل في التفاصيل،
بالفورج لا، ممكن تخليه يبدا يتقبل ملف الاكسل دوت. ان انت شكل يا باشمهندس الاكسل يعني تكمله على كلام حضرتك، انت الفكره كلها انت بيبقى ليك كنترول على الحاجه اللي انت بتعملها. يعني انت مثلا بالظبط. الفايل اللي انت بتعمله ده انت ماسكه، وانت بتخش تجيب الداتا اللي جواه، انت كمان ممكن تختار الداتا اللي جوه فايل اكسل اللي انت عايز تتعرض. فانت هنا تمام انت بتبقى واخد كنترول على كل حاجه، فبالتالي تقدر تعمل اللي انت عايزه. انا بس اكد على النقطه ان الفورج مش ابلكيشن، هو سيرفيس حدود استخدامها ملهاش حدود، على حسب الكيس وعلى حسب يعني على حسب المشكله الموجوده عند الشركه وعلى حسب الكيس الموجوده عند الشركه اللي بتشتغل في الموضوع ده. بس هو انا بتكلم من حيث الشغل، هو الفيور هو اكتر حاجه مطلوبه، لكن هو قصه بوينت كلاود دي من الحاجات اللي الديسك شغال عليها بشكل كبير انها تبقى جزء اساسي من الفورج. كل الناس اللي عايزه بعد كده بقى بوينت كلاود والقصه دي، لا روح اتعامل من خلال فورج. ده وقتها هيعمل ايه؟ ده وقتها هيخلي في طلب على الفورج ديفلوب، يعني ده بالتبعيه هيخلي ان في طلب زياده على الفورج ديفلوبر اللي هم اصلا مش موجودين اساسا يعني. فهي فرصه كويسه، دايما حاول تلحق الحاجه في اولها، يعني حاول يعني انا ليه وجهه نظر، حاول تلحق الماركت لما بيقوم في حاجه جديده، حاول تلحق الماركت في اوله، لان بعد فتره الماركت بيحصل فيه ساتوريشن، فانت ما تجيش متاخر قوي. بس هو الموضوع مش صعب، الموضوع ما فيش فيه صعوبه، محتاج تنظيم بس شويه. معلش مهندس مصطفى، ممكن الروابط بس اللي كنت بتشيرها في المحاضرة بعد إذنك تشيرها مع المهندس عمر بعد إذنك؟ هنزلها على جروب حاضر بعد السيشن. الله يبارك في ساعتك. ألف شكر لحضرتك باش مصطفى ودكتور إبراهيم، وشكرا لكل الحضور، جزاكم الله كل خير. أتمنى بس تملوا الفورم، وفي حد بيسأل سؤال إيه هو المقصود بالعلاقة بين البريكاست وليه باي فورج؟ باش مصطفى جاوب على السؤال دوت.